السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا فرقة العاملين ايه؟ هنشرح النهاردة في الفيديو ده إن شاء الله الصور بتاعة العامل اللي عليكم إن شاء الله جايين في الأطلس واللي جاي في الداتا شو بتاع الامتحان العاملي إن شاء الله. العاملي بقى بالنسبة لكم هيبقى قسم فيديوهين أو جزئين، يعني الجزء ده هيبقى تركيز على شرح الصور بحيث إن احنا نفهم الصور دي كانت إزاي وكده، وفي فيديو تاني اللي أنا شرحت فيه تفاصيل الكومنتس كنظري اللي هو إزاي الكومنتس دي كانت، يعني الكومنتس دي كتبت كده ليه بالظبط من ناحية الجزء النظري. فاللي عايز يركز على الجزء العملي فالفيديو ده هيبقى تمام ان شاء الله باذن الله. اللي عايز يسمع النظر عشان يفهم اكتر واكتر ويثبت الكومنتات اكتر في دماغه وحتى عملت لكم على شكل سكيمات ونقط يسمع الفيديو التاني. فيلا بينا. هنشرح النهارده ان شاء الله السلايدات والجارات بتاعه العملي. هنبتدي بايه؟ سلايدات. اول حاجه الهيباتيتس. طبعا انتوا عندكم الهيباتيتس واحنا عارفين دي صورة الاطلس، غالبا مش عليكم من الشرح يعني بتاعت الدكاترة ما شرحوش فيها. انا عشان اوريكم الصور بقى اللي الدكاترة شرحوا فيها السلايدات واقول لكم ايه اللي هتشوفوها وتتعرفوا على السلايد ازاي في الامتحان. مبدئيا بس نراجع كده الكومنت سريعا. احنا عارفين الهيباتيتس قسمناها الهيباتوسايتس، طبعا اكيد الهيباتيتس ده انفلاميشن في الليفر، فهنشوف فيها الهيباتوسايتس هتبقى ايه، هيبقى فيها سوولن نتيجة الاديمة. زي ما احنا عارفين اي انفلاميشن بيبقى معاه اديمة، والاديمة بتخلي السيلز بتاعت الليفر بتبقى سوولن، تمام؟ وبيحصل حاجه اسمها بالون ديجنريشن. يعني ايه بالون ديجنريشن؟ نتيجه الاديمه هتبتدي الفلويد تتجمع جوه السيل، والسيل هتبتدي تكبر خلاص وتكبر وتتنفخ زي البالونه، بيحصل لها ديجنريشن اللي هو الاورجانيلز اللي جواها بتبتدي تتكسر نتيجه السويلنج ده، فعشان كده اسمها بالون ديجنريشن، او اسمها التاني فاكيوليتد، يعني خاليه من جواها. وهي باينه برده شويه في الصوره دي، تلاقيها ايه فاضيه من جواها زي في الصوره دي كده. ايوه بص سيلز بس فاضيه من جواها ازاي، تلاقي ايه فراغ ابيض كده، هي دي الفاكيوليشن. طبعا نتيجة الانفلاميشن بيحصل ابوبتوسس اللي بروجرام سيل ديث. احنا عرفنا الفرق بين ابوبتوسس والنكروسس، شرحتها بالتفصيل في الفيديو التاني. سريعا كده، النكروسس ده اللي هو بيبقى نتيجة باثولوجي، لكن ابوبتوسس الجسم نفسه هو اللي خلى السيل دي تحصل لها ديث، هي اللي خلى الخلية دي تموت، فبيبقى الموضوع ايه فيسيولوجيكال ونضيف شوية عن النكروسس يعني. فتلاقي في الاخر بتتكون حاجة اسمها ايزينوفيليك كونسل من بوديز، هي مش باينة قوي في السلايدات يعني. البورت اتراكت، احنا عارفين طبعا هيباتوسايتس هيكساجونال ان شيب. يعني ايه هيكساجونال ان شيب؟ يعني بتبقى على الشكل ده كده خلاص، وبيبقى في النص حاجه اسمها سنترال فين، وعلى الجنب بيبقى فيه بورتال تراكت اللي هي عباره عن بورتال فين وبايل داكتيول والهيباتيك ارتري. مبدئيا عندك البورتال تراكت، نفترض دي البورتال تراكت مثلا بيتجمع فيها سيلز، بيقعد يتجمع فيها خلايا كتير جدا. طبعا بيبقى لو احنا اتكلم عن هيباتيتس كرونيك او اكيوت، على حسب في الحاله دي هتبقى كرونيك، هو بالدليل انه قال لك ان هي كرونيك انفلاماتوري سيل انفلتريت بالبلازما سيلز واللينفوسايتس، تمام؟ هتتجمع في البورتال تراكت، هنشوفها في الصور دلوقتي في السلايدات. وهنشوف طبعا البايل كانيكولاي اللي هي جنب البورتال تراكت، هنفترض دي مثلا خلاص البايل كانيكولاي اللي هي جنب البورتال تراكت، الجزء من البورتال تراكت يعني، هتبقى مليانه بايل. ليه هتبقى مليانه بايل؟ لان بيحصل بالون ديجنريشن وسويلنج للهيباتوسايت. بمعنى انا دلوقتي عندي الهيباتوسايت اهي، تمام؟ ادي هيباتوسايت وادي هيباتوسايت، تمام؟ فمبدئيا ممكن الهيباتوسايت دي هتتنفخ، فلما تيجي تتنفخ هتكبر، هتبقى عامله كده، تمام؟ ممكن اغير اللون مثلا عشان ايه الحوارات ما تدخلش في بعض. عندك مثلا الهيباتوسايت مثلا كبرت وبقت كده، تمام؟ فلما بتكبر هتضغط على البايل كانيليكولاي، فلما الهيباتوسايت تكبر هتضغط على البايل كانيكولاي. هل البايل كانيكولاي هيبدا يعمل درينج او يودي البايل دي ناحيه الديودينم عشان يعمل الفيسيولوجيكال اكشن بتاعته اللي هو مثلا فات دايجيشن وكده؟ طبعا لا، فبيتجمع البايل جوه البايل داكتيولز او البايل كانيكولاي، مش هتقدر تروح للكومن بايل داكت، فده بنسميها ايه ديستنتد. يعني ايه ديستنتد؟ يعني تلاقي ان البايل هتبقى مليانه او محشيه من البايل دي ومش هتقدر ايه تفرغها، وبالتالي هتبقى مليان انسبيسيتد بايل زي ما بيقولوا. اللي هو الانسبيسيتد يعني ايه انسبيسيتد بايل؟ يعني البايل اللي هو المتجمع او المتراكم، يعني نتيجه الايه؟ ان هو ما عندوش الابيلتي ان هو يعمل درينج يعني، تمام كده؟ ده بالنسبه لي الكومنت اللي عليكم سريعا كده بالهيباتيتس. طبعا شرحت تفاصيل اكتر في الفيديو الثاني اللي هو الجزء الثاني من العمل، تمام؟ نخش بقى على الهيباتيتس. شفت الاحمر تاني. دلوقتي انت عندكم الهيباتيتس دي السلايدات بقى اللي الدكاتره نزل لكم في الامتحان. اولا دي اول سلايد، هنبص على السلايد ده ان شاء الله. بالنسبه للسلايد ده طبعا احنا عارفين زي ما انتم شايفين دي الهيباتيتس، الهيباتوسايتس يعني مش باينه قوي نتيجه الانفلاميشن، بس تقدر تقول يعني ان هو مليانه انفلاماتوري سيلز زي ما انت شايف. ادي نقط زرقاء، بص النقط الزرقاء دي كلها تعتبر ايه انفلاماتوري سيلز. طبعا انفلاماتوري سيلز انفلتريشن في الهيباتوسايز دي معناه ان في ايه اكيد او كرونيك انفلاميشن بقى، احنا طبعا مش عارفين، بس هي غالبا هنا ايه كرونيك انفلاميشن زي كومنت يعني.
تمام. فبيبقى فيه حشو من الانفلاماتوري سيلز في الهيباتوسايتس تمام. ولما نيجي نشوف الصوره الجزء الثاني اللي هي الناحيه اليمين من الشاشه، هتلاقي بشكل اوضح الباكيليشن اللي بتحصل في الهيباتوسايتس. بمعنى هتلاقي مثلا خلايا زي دي مثلا النيوكليس سنترال وكل حاجه تمام، ما فيش اي مشكله لان انا مش مالجنسي، هي لسه انفلاميشن بس. انفلاميشن في هيباتوسايتس النورمال ليفر ما فيش اي مشكله خالص، فالنيوكليس هتفضل زي ما هو سنترال، بس هتلاقي في فاكيوليشن زي ما انتم شايفين ان ده البالون ديجنريشن والفاكيوليشن هو الفراغ الابيض اللي اترك عليه، هتلاقي باينه في الصور اهي، هتلاقي السيلز كلها فيها فاكيوليشن وبالون ديجنريشن. فانت كده بتتكلم عن هيباتيتس اللي بيحصل فيها ايه، سويلنج نتيجه الايديما اللي حصل نتيجه انفلاميشن ادى الى بالون ديجنريشن وضغطت على بالكن الكلاي تمام. وطبعا زي ما انتم شايفين انفلاماتوري سيلز الحاجات اللي هي البنفسجي دي كلها دي تعتبر ايه، انفلاماتوري سيلز عملت انفلتريشن للهيباتوسايتس تمام. دي صورة تانية برضو نفس الكلام بالظبط، هتلاقي هنا الخلايا بتاعت الهيباتوسايتس حصلها فاكيوليشن وبالون ديجنريشن، وهتلاقي طبعا دي طبعا الجزء ده باين جدا الانفلاماتوري سيل انفلتريت، وبتحصل خصوصا فين، في البورتا تشاكت تمام. طب بعد ما حصل هيباتيتس وعمل بروجريشن وما عالجناهوش كويس فادى الى سيروزس، هنعرف ازاي ان حصل سيروزس؟ انت قول لنفسك ايه تعريف السيروزس؟ طبعا احنا عارفين انه بيحصل ديجنريشن اند ريجنريشن باي نودولز وذ لوس اوف ليفر اركتكتشر. يعني دلوقتي احنا قلنا ريجنريشن باي نودولز، فانت هتشوف تحت الميكروسكوب انفورميشن اوف نودولز، اد ريجنريتنج نودولز اهي، انا هرسم البوردر بتاعها وهي واضحه جدا من غير ما حتى ارسم البوردر اهي، ادي نودول وادي نودول تمام. دي كلها تعتبر نودولز جوه الليفر حصل نتيجه الديجنريشن والريجنريشن، اللي ما بينهم دي فايبرز سيبتي عباره عن كولاجينوس فايبرز تمام. ما اصلا السيروسس دي وفيها معاها فايبروسس تمام. بس الفرق بين السيروسس والفايبروسس اللي حصل لصه في الليفر اركتكتشر. فبالتالي احنا نشوف ريجنريتنج نودولز اللي انا رسمت عليه بالدايره دي، وما بينهم ايه الفايبرز تيشو سيبتا اللي بتفرق اللي بتفصل ما بينه اترابيكلي، تبقى لنا كولاجينوس فايبرز. الموضوع بسيط وما فيهوش اي مشكله. دي صوره ناحيه ناحيه اليمين الشاشه تبقى اوضح طبعا، هتلاقي ان في فاتي ديجنريشن، واحنا عارفين فاتي ديجنريشن طبعا من سنه اولى. جوبلت سيلز هي مش باين هنا السيجنت رينج اللي هي النيوكليس اللي بتبقى في البريفري، دي هنشوفها اوضح لما نقرب او نزود الباور بتاعت الميكروسكوب، بس هو هنا باين الفات جلوبلز اللي هي الايه اللي بتدل على حصل فيه فاتي ديجنريشن في الليفر تمام. وادي كولاجينوس فايبرز بتاعت الترابيكلي اللي فايبرز تيشو سيبتم، دي صورة أوضح برضو أقرب للفاتي ديجنريشن آد الفات جلوبيولز، بس أنا الصراحة مش شايف سيل فيها سيجنت رينج برضو. بس هو عموما يعني دي فاتي ديجنريشن، هنا دي فات جلوبيولز، احنا عارفين الفات ما بيحصلوش ستين، فهنشوف الفراغ الأبيض اللي هي الدوائر البيضاء دي كلها تعتبر فاتي ديجنريشن. شفت فاتي ديجنريشن معناه إن الليفر بدأ يخش في مرحلة الإيه؟ السيروسس تمام. دي صورة تانية، دي طبعا هو هنا الصورة دي مكبرة أكتر على الفايبرس تيشو سيبتا اللي بتبقى ما بين الريجنريتنج نودلز اللي احنا اتكلمنا عنها. عايز يقول لك إن هي بتبقى انفلتريتد باي بايل كانيليكولاي، دي كلها تعتبر بايل كانيليكولاي عملت انفلتريشن للفايبرس تيشو دي كلها، صورة مكبرة على الفايبرس تيشو سيبتا اللي عبارة عن كولاجينوس فايبرز، وبيبقى فيها برضو إيه انفلتريشن باي بايل كانيليكولاي. يعني هنشوف هنا بايل كانيليكولاي، هنشوف هنا بايل كانيليكولاي، وادي بايل كانيليكولاي، دي كلها تعتبر باي كانيليكولاي. وعايز اوصل لك يعني ان هو الفايبر ستيشو سيبتا دي بتبقى انفلتريتد باي باي كانيليكولاي تمام كده. طيب الجار اللي بعده اللي هو الهيبات سوري السلايد اللي بعده اللي هو الهيبات سولا كارسينوما او الهيباتوما. سريعا طبعا هنا الهيبات سولا كارسينوما دي برضه صوره من الاطلس، دي مش مطالبين بيها في الامتحان. الصور الاطلس دي انتوا عليكم الصور اللي الدكاتره بيشرحوا فيها اللي انا بشرح عليها يعني. عامة الهيبات سولا كارسينوما السلايد اللي عليكم في الامتحان هتبقى on top of serotic liver، فانت اللي بتيجي تكتب الكومنت هتوصف السيروتيك ليفر، واحنا اتفقنا السيروتيك ليفر هتبقى ريجنريتنج نودول سيبريتد باي فايبرس تيشو سيبتا اللي هي مليانه كولاجينوس فايبرز او كولاجينوس فايبرس تيشو، وهتبقى انفلتريتد باي تيومر ماس عشان حصل هيباتوسيلا كارسينوما المره دي. بقى انت هتزود النقطه دي بقى مش اكتر عشان احنا ايه في سلايد كارسينوما. الكونتنت طبعا احنا عارفين هنشوف البرو ترابيكالي مفيش اي مشكله، هتبقى مليانه مالجنت سيلز ومالجنت سيلز هيبقى شكلها بوليهيدرال سيلز وبتبقى سيبريتد باي مينيمال ستروما. التيومر سيلز طبعا احنا فين التيومر سيلز دي جايه من الليفر نفسها، واحنا فين ان في جريد اوف ديفرنشيشن للليفر سيلز بتبقى مثلا لو ويل ديفرنشيتد اللي هو شكله قريب من النورمال تيشو اللي هو جاي منه في الحاله دي مثلا هيباتوسايتس، فلو هي شبه الهيباتوسايت فده كده دي ويل ديفرنشيتد، لو بعيده تماما عن شكل الهيباتوسايتس يبقى ده ايه بول ديفرنشيتد. فقال لك هتلاقي التيومر سيل شبه الهيباتوسايت شويه، بتبقى فاريبل ان سايز الشيب، حتى الارنجمنت في سبندل شيب، في جاين فورمز تمام، مليانه ايزينوفيليك جرانوسايتوبلازم. هو هنا الهيباتوسايتس المنظر بتاعه مش هيبقى قريب قوي من الهيباتوسايت النورمال، بس الحاجه اللي فيه المميز او اللي هتفضل ثابته زي الهيباتوسايت النورمال هو فيها ايزينوفيليك سايتوبلازم، اباندنت ايزينوفيليك سايتوبلازم تمام. وطبعا زي اي مالجنسي هيبقى عباره عن فيسيكولار نيوكلاي وذ بروميننت نيوكلاي، وهتلاقي النيوكلاي بتبقى هايبر كروماتيك وميتوتيك فيجرز عشان في رابيد جروث للتيومر سيل، بيبقى في يعني التيومر سيل عماله تعملها جروينج جروينج جروينج
بتعمل ميتوزس ورا ميتوزس ورا ميتوزس، فالتالي النيوكليس بقت هايبر اكتف، ودي خلاها بتبقى هايبر كروماتيك، لونها بيبقى باين جدا في الستين، وفي ابنورمال ميتوتيك فيجرز، ميتوزس كتير جدا. تمام، فلما نيجي مثلا نشوف الصوره دي الهيباتوسيلا كارسينوما، هو هنا بيوريك الانفلتريشن اللي حصل في حاله الهيباتوسيلا كارسينوما. فيعني دي كلها تعتبر الليفر وحصلها انفلتريشن، ادي انفلتريشن هنا اهو، وادي انفلتريشن. تمام، دي كلها تعتبر انفلتريشن للليفر سيل، حتى تلاقي التشو نفسها مش ملامحه مش باينه قوي، مش زي الهيباتوسايت النورمال احنا شفناها في الهيباتايتس كانت باينه شويه عن كده، لان حصل انفلتريشن والتيومر سيلز عمل ديستورشن او بوظت الشكل بتاعت النورمال ليفر تشو. تمام، ادي صوره تانية بيوريك الانفلتريشن بتاعت التيومر سيلز برضو للهيباتوسايت، هتلاقي الصوره ما بتبقاش واضحه قوي، يعني سلايدات الكارسينوما غالبا ما بتبقاش ايه ملامحها واضحه قوي، فده معناه ان في انفلتريشن وهاي مالجنس يعني. ممكن تشوف طبعا السيلز التيومر سيلز اللي هي نيكلاي مثلا باينه شويه هنا اهي، وتلاقي نيكلاي بتبقى هايبر كروماتيك زي ما احنا اتفقنا، هاي الصوره مكبره على السيلز اكتر، دي بقى التيومر سيلز باينه هنا بشكل واضح. طبعا هتلاقي ان طبعا الصوره دي باينه جدا هايبر كروماتيك نيكلاي زي ما انتم شايفين، وسبروم نيكلاي. هتلاقي تيومر سيلز بتبقى فاريبل ان سايز اند شيب، في شويه كبير في شويه صغير جدا، فطبعا الهيباتوسايت هنا مش نورمال، المفروض النورمال هيباتوسايت تبقى يونيفورم ان سايز اند شيب، هنا مش يونيفورم ان سايز اند شيب، انت شايف شويه كبير شويه صغير، شويه مش باين ملامحهم قوي، في هايبر في هايبر كروماتيك نيوكلاي برومينن نيوكلاي، بدي كلها تدل على ان ده ايه ابنورمال هيباتوسايتس، ده ممكن تدل ان ده ايه تيومر سيلز. تمام، وعملت انفلتريشن للليفر تيشو، وده الهيباتوسيلا كارسينوما. طيب هو الدكاتره ما شرحوش عندكم البورتال سيروسس، او ممكن يكون شرحوها تبع البوست هيباتيتس سيروسس، فاحنا اتكلمنا عنه خلاص اوريدي. بس انت عارفين طبعا ليفر تيشو بيبقى فيه لوسوف اركتكتشر، والنودز طبعا فاريبل ان سايز اند شيب، وشفنا ان هي سيبريتد باي باندز اوف كولاجينس فايبرس تيشو، وطبعا احنا شفنا الفايبرس تيشو نفسها زي ما اتفقنا، لو تفتكروا ان احنا وريت لكم الفايبرس تيشو بتبقى انفلتريتد باي داكتس. تمام، وشفناها السنترال فين ما كانش باين قوي الاكسنتريك دي، عامة يعني هتلاقي شفنا النودلز وشفنا الهيباتوسايتس وشفنا السيتوبلازم اللي فاكوليتد نتيجة فاتي ديجنريشن، احنا شفنا الفات جلوبيلز، ودي كلها شفناها، هي تعتبر بورتال سيروسس، هي البوست هيباتيتس سيروسس يعني. تمام، هي عندكم في الاطلس مكتوب بورتال سيروسس، بس الدكتورة شرحتها في الفيديو على انها بوست هيباتيتس سيروسس يعني. طيب الالستريف كولايتس، طبعا احنا عارفين الالستريف كولايتس دي بتيجي في الكولون من اسمها كولايتس، يعني انفلاميشن اوف ذا كولون. تمام، ايتس وكولون، وبيحصل لها ulceration فسميناها ulcerative colitis. فانت لما تيجي توصف هتوصف اول حاجه الكولونيك ميكوزال تيشو، اللايننج ميكوزا بتاعت الكولون عامله ازاي، واحنا عارفين نورمالي هي كولومنر، فانت تقول لي كولومنر ميسن سيكريتنج epithelial cells، طبعا بما انها ulcerative هتلاقي areas of ulceration. طيب بالنسبه للامينا بروبريا هنشوفها دلوقتي في الصور دي، صوره الاطلس، هتلاقي الامينا بروبريا فيها diffuse mononuclear infiltrate. تمام، وهتلاقي كريبت ابسس، واهم حاجه كريبت ابسس، حتى انا عملت لكم لون مختلف مخصوص عشان كده، اللي بيكون حاجه اسمها كريبت ابسس، ودي من حاجات الباثوجنوميك للالستريف كولايتس، حاجات مميزه جدا، واكاد يعني اجزم ان دي الستريف كولايتس لما اشوف الكريبت ابسس دي، دي عباره عن نيوتروفيلز في الجلاندرال لومن، وممكن نشوف معاها ايه كريبتايتس انفلاميشن للكريبتس اللي موجوده في الكولون. هنشوف الصور بتاعتها دلوقتي، ادي اول صوره اهي، هنشوف الصوره ناحيه الشمال الاول. طبعا احنا عارفين دي نورمال كولونيك ميكوزا، بس طبعا دي مش نورمال، هي اللايننج حصل له ديستورشن، حصل ايه هنا ulceration اهي، ادي ulcer، ادي ulcer هنا، ادي ulceration هنا، فاللايننج مش سموث، مش ماشي بشكل كونتينوس، حصل ulceration زي ما احنا اتفقنا ulcerative colitis في الكولونيك ميكوزا تيشو، هي نورمال عادي مفيش اي مشكله، يعني ما حصلش اختلاف في نوع اللايننج ميكوزا نفسها، ولكن حصل فيها ايه ulceration، فالulceration معناها ان احنا بنشيل جزء من الميكوزا، فزي ما انت شايف كده ادي الميكوزا حصل لها لص في الحته دي مثلا، ودي اللي بنسميها الايه ulceration. طبعا دي اللامينا بروبريا، لما نيجي ناخد مثلا خط كده، ده كلها اللامينا بروبريا، واللامينا بروبريا طبعا زي ما انتم شايفين انفلتريتد باي الانفلاماتوري سيلز، دي كلها انفلاماتوري سيلز، النقطه البنفسجي دي عملت انفلتريشن للامينا بروبريا زي ما احنا قلنا في الكومنتس على السريع. طيب لما نيجي نشوف الصوره ناحيه اليمين، دي كلها دي تعتبر كريبتس اللي انا قلت لك عليها. تمام، دي كريبتس. تمام، لما تشوف المنظر ده منظر كريبس، وانت مش هتشوف منظر كريبس داخل في الستريف كولايتس مبدئيا، يعني بغض النظر بقى انت شايف الكريبتايتس، شايف النيوتروفيلز اللي جوه الكريبس اللي بنسميها كريبت ابسس، مش مهم، انت طالما شفت كريبس اللي المنظر اللي قدامك ده، ده انت كده معناه ان انت في سلايد الكولون ما عندكش حاجه في الكولون غير الستريف كولايتس، فالموضوع ايه مش صعب يعني. بس عموما هي دي الكريبس، وهو بيوريك هنا منظر الكريبس، يعني طبعا في انفلاماتوري سيلز مليانه في اللامينا بروبر، النقط البنفسجي دي كلها. الصوره الثانيه هتوضح لكم النيوتروفيلز، ادي كريبت ابسس اهي مقربه لكم بالميكروسكوب، وشايفين فيها النيوتروفيلز اهي، دي كل بس شايفين هنا ايه النيوتروفيلز باينه ازاي، دي كلها نيوتروفيلز جوه الجلاندرال لومن نفسها او جوه الكريبت، فسميناها كريبت ابسس. كريبت ابسس دي من الحاجات المميزه جدا في الالسر كولايتس. تمام،
ودي انفلاماتوري سيلز في اللامينا بروبرا حواليها، واحده ايه واحده ايه واحده ايه. فالصوره دي مميزه جدا لو جت، يعني ايه دي بلا شك على طول ألستر كوليتس من غير تفكير يعني. دي صوره تانية برضو نفس الكلام، ادي كريبت ابسس وطبعا جواها نيوتروفيلز بشكل عام شويه كمان، ده اللي بنسميه كريبت ابسس، وطبعا نيوتروف اللي هي الكرونيكا انفلاماتوري سيل انفلتريت في اللامينا بروبرا حواليها. دي صوره للكريبت ابسس بيوضح لك الكريبتايتس، ان انت تشوف فيها نيوتروفيلز، ادي نيوتروفيل هنا اهي، وادي نيوتروفيل وادي نيوتروفيل، بتبقى انفلتريت الوول بتاعت الكريبت، الكريبتس بتاعت الكولون، فدي بنسميه كريبتايتس، يعني انفلاميشن في كريبتس، من اسمها ايتس وكريبتس، يبقى كريبتايتس انفلاميشن في كريبتس، ونعرف ان احنا نشوف فيها ايه نيوتروفيلز او انفلاماتوري سيلز انفلتريتنج الوول بتاعت الكريبتس. عكس كريبت ابسس، هتلاقي كريبت ابسس بيبقى نيوتروفيلز جوه اللومين مش انفلتريت الوول، فدي تعتبر كريبتايتس. لكن الصوره القبليه اللي هي دي ودي، دي نيوتروفيل جوه اللومين نفسها، فدي بنسميها ايه الكريبت ابسس. طب تمام، نخش بقى على الكرونيك كوليسيستايتس. ده طبعا في الجول بلادر، واحنا عارفين الميكوزا لايننج بتاعت الجول بلادر نفس الكلام برضو، هتبقى كولومنر ميسين سيكريتنج ابيثيليال سيلز، وهيبقى معاها برضو فوكال ألسريشن نفس الكلام بالظبط. هنشوف الصور اوضح، دي صوره اطلس فمش هنشرح عليها، هنشرح الصور ده كتر شرح عليها. عندكم اللامينا بروبرا والماسكولوز هتلاقي فيها ايه انفلاماتوري سيل انفلتريت بالليمفوسايتس وبلازما سيلز، نفس الكلام بتاعت الالستر كوليتس، ما عدا ان احنا مش هنشوف طبعا هنا ايه كريبت ابسس، كلام بسيط ومفيش اي مشكله. لما نيجي نشرح، ادي الجول بلادر، ادي اللايننج بتاعت الجول بلادر خلاص، وزي ما انتم شايفين طبعا اللايننج بتاعته بتبقى على شكل بابلي شويه، اللي انا مخطط عليه ده النورمال ميكوزا اللي هي الكولومنر ميوسين سيكريتنج باسيلا سيلز بتاعت الجول بلادر. بس طبعا في النص حصل ايه، حصل ألسريشن. تمام، ادي الألسريشن هنا واضح ايه بيحصل، ألسريشن في اللايننج ميكوزا بتاعت الجول بلادر اللي هي الميوسين سيكريتنج باسيلا سيلز. صوره تانية موضحه ايه، لما نيجي ناخد خط كده جانكشن ما بينهم، ما بين الحته النورمال والحته الابنورمال، طبعا الحته الابنورمال هي حصل ألسريشن فبقى فيه فراغات بيضه كتير جدا، انما الناحيه اليمين ده اللي هو انا مشار عليه بالسهم ده هو ده النورمال جلاندرال ابيثيليم بتاعت الايه الجول بلادر، ما فيش مشكله، ادي الخلايا موجوده اهي والميسين موجوده اهي، ما فيش اي مشكله. لكن هنا حصل انفلتريشن ألسريشن، او حصل ألسريشن يعني معنى ادق، فبالتالي بقى فيه فراغات ابيض كتير، ودي باينه جدا، ودي تدل ان انت دخلت في سلايد كرونيك كوليسيستايتس. تمام، ادي صوره موضحه اكتر الميكوزا، زي ما انت شايف في حصل ألسريشن ازاي، ألسريشن كبير جدا في الكولونيك ميكوزا، انا اسف في الميكوزا اللايننج بتاعت الجول بلادر حصل فيها ألسريشن، وطبعا شايفين شويه يعني انفلاماتري سيلز اهي حواليها، بس هو الواضح اكتر هنا الألسريشن، يعني ده ألسريشن وده ألسريشن، بيوضح لك ان ده مثلا لايننج ميكوزا بتاعت الجول بلادر وحصل فيها ألسريشن، وده احنا بنتكلم عن انفلاميشن اللي في الحاله دي لا اسمها ايه الكوليسيستايتس، انفلاميشن اوف ذا جول بلادر. نخش على السلايد اللي بعده اللي هو كارسينويد تيومر. تمام، فانت الكارسينويد تيومر هتشوف حاجتين، ديفايند نيو بلاستيك جروس خلاص، وهتشوف سيلز، والسيلز هتبقى يونيفورم في السايز والشيب، هيبقوا قريبين من بعض وهيبقوا صغيرين، وهيبقى فيها جرانيولار ايزينوفيليك سيتوبلازم اهي، اللي هي الجرانيولار ايزينوفيليك سيتوبلازم، فهتدي منظر اللي هي سولت اند بيبر، اللي هي كانك مثلا رشيت ملح على الاكل، فنفس المنظر بالظبط، هنشوف الصوره بتاعتها دلوقتي. ويحصل حاجه اسمها ريتراكشن اوف ذا بريفرال تيومر سيلز from the stroma. تمام، يعني ايه الكلام ده، هنشرح الصور بقى دلوقتي. ادي الصوره زي ما انتم شايفين بيبقى شبه السولت اند بيبر، يعني ايه كل الحاجات البنفسجيه اللي قدامكم دول، هي دي ودي ودي ودي، وادي واحده اهي واحده اهي واحده اهي واحده اهي، دي كلها ايه، طبعا انا مش عارف اعدهم، هو دي كميه تيومر سيلز يعني فظيعه جدا، كلهم بيبقوا صغيرين جدا وبيبقى يونيفورم ان سايز، يعني نفس الحجم ونفس الشكل وقريبين من بعض، طبعا لازم في بعض، زي ما انتم شايفين في الصوره دي تحس انها ملونه اصلا كلها بنفسجي، بس لا هي نقط من التيومر سيلز اللي بتبقى ستيند بالبنفسجي لازقين في بعض. تمام، فبتدي شكل سلطان بيبر، كانك رشيت ملح وفلفل على الاكل. تمام، لما ترش ملح وفلفل بتبقى نقط صغيره كده وقريبين من بعض، هي نفس المنظر بالظبط، ودي اللي بنسميه كارسينو تيومر، بيبقى التيومر سيلز فيها طبعا، ده غير كمان ان هما ستيند بنفسجي او اللي هي الجرانولار ايزينوفيليك سيتوبلازم مع اليونيفورم سايز اند شيب، مع ان هما كمان صغيرين في الحجم، فادى شكل السلطان بيبر، ودي مميزه للتيومر سيلز بتاعت الكارسينويد تيومر. تمام، وطبعا اتعمل انفلتريشن بتبقى على شكل بقى ارينجد ان شيتس او البوليجونال سيلز والحاجات دي اللي احنا قلناها في الكومنتس، يعني باينه شويه هنا، بس اهم حاجه بالنسبه لي ايه، ان انا اشوف التيومر سيلز بتبقى صغيره على شكل سلطان بيبر. دي صوره ثانيه للكارسينويد تيومر، هو هنا مبين لك الانفلتريشن اكتر، يعني بيقول لك ان هي ارينجد على شكل شيتس، زي ما انتم شايفين الشيتس باينه جدا، دي مثلا شيتس اهي وادي شيتس مثلا، وطبعا عارفين ان هو التيومر سيلز بتبقى باينه بتبقى قريبه من بعض، يعني هو هنا مقرب على الصوره اكتر شويه، والتيومر سيلز قريبه من بعض في الحجم، و
بتبقى شبه السولت اند بيبر، بس هي الصوره الاولانيه اللي هي دي بتبقى اوضح بكتير يعني عن الصوره دي، والصوره دي مقرب شويه اكتر عشان يوريك الانفلتريشن بتاع التيومر نفسها يعني. تمام، دي صوره بقى اللي فعلا مقربه على الخلايا، وهنا الخلايا اوضح بكتير زي ما انتم شايفين الخلايا بس صغيره ازاي وقريبين من الحجم، وليهم جرانولار ايزينوفيليك سيتوبلازم، فبتدي شكل ايه كانك رشيت ملح على يعني كانك رشيت ملح وفلفل فعلا على الخليه، فبتدي شكل سولت اند بيبر فعلا. تمام، دي صوره طبعا موضحه للسيلز، هتلاقي منظر سيلز، هتلاقي تيومر سيلز كتير وصغيره كده ويونيفورم سايز اند شيب والجرانولار ايزينوفيليك سيتوبلازم، فانت كده بتتكلم عن كارسينو تيومر اللي هو منظر السولت اند بيبر، افتكر منظر الملح والفلفل، هي فعلا اسمها سولت اند بيبر مش بس التشبيه يعني. تمام، هي شويه هي وشويه هي يعني ايه السلايد ده مكبره عليهم ومبينها بشكل كويس. نفس الصورة برضو ونفس الوصف بالظبط، هتلاقي تيومر سيلز عادي اللي هي الكور الزرقاء دي كتير او البنفسجي دي كتير، اللي هي التيومر سيلز يونيفورم سايز وسمول ان سايز بس قريبين من بعض، واللي هي جرين ايزونوفيليك سيتوبلازم، وبتدي منظر سولت اند بيبر. نتكلم بقى عن الادينوكارسينوما في الكولون. طبعا في الادينوكارسينوما في الكولون، احنا فين الكولون ده ايه؟ هتلاقي ان هو انتستينال وول. تمام، توصف الانتستينال وول، وطبعا احنا عارفين ان هي في حاله الادينوكارسينوما هتبقى نورمال، يعني الميكوزا لايننج مش هتتغير، هتبقى نورمال عادي، اللي هي 1 لاير في ريجولار كولومنر سيلز وعندها بيزل ريجولار نيوكلاي مفيش اي مشكله، بس هتلاقي ان في انفيزيف جروث. ليه؟ عشان في ادينوكارسينوما في تيومر، فتقول لك الميكوزا بتاعته نورمال مفيش اي مشكله، بس حصل ليها انفلتريشن باي تيومر سيل. بالنسبه للسب ميكوزا والماسل لاير هتبقى انفلتريتد باي الريجولار مالجنت اسيناي، هنشوف دلوقتي المنظر بتاع الاسيناي. الاسيناي دي اللي هي الجلاندز اللي بتطلع ميسين في الكولون خلاص، والاسانايد دي نفسها بما انها بقت irregular فهتبقى lined by multiple layers of malignant epithelial cells، اسانايد بقتش طبيعيه. تمام، نتيجه infiltration by tumor هتشوف malignant cells نفسها طبعا، ودي بتبقى زي هذا اي malignant cells، مفيش اي اختلاف خالص في الكومنتس اللي احنا عارفينه، بتبقى polymorphic وxenophilic cytoplasm والنيوكلاي بتاعتها بتبقى hypochromatic وبرومن نيوكلاي، وطبعا فيها ايه abnormal mitotic figures او mitosis، مفيش اي مشكله يعني. وصف malignant cells على النيوكلس typical malignancy مفيهاش اي تاليف، احنا بس بالنسبه لنا عايزين بس نعرف ازاي ني ادينوكارسينوما في الكولون على شكل هنشوف الاسيناي نورمال ولا اب نورمال، هي تبقى واضحه جدا في الصور دلوقتي. ادي اول صوره اهي، لو كنا ناخد خط كده تمام، دي كلها تعتبر نورمال اسيناي، باينه جدا واضحه جدا نورمال اسيناي بتاعت الكولون، دي كلها تعتبر جلانس اللي بتطلع ميوسين. تمام، واضحه جدا ومفيش اي مشكله خالص، بس لما نيجي نشوف على الناحيه دي مثلا، الناحيه دي مش باينه خالص، ده حصل انفلتريشن باي تيومر سيلز، فهو ده اللي قصده هنا، ان انت هتشيء جزء من الكولون هتبقى نورمال عادي بالاسيناي بتاعته، وجزء حصل فيه انفلتريشن باي تيومر سيلز، فانت لو شفت المنظر ده ده على طول ايه ادينوكارسينوما. ادي صوره ثانيه، حصل طبعا هنا بيبين لك اكتر الانفلتريشن اللي حصل، دي تعتبر انفلتريشن، وادي انفلتريشن، ودي تعتبر انفلتريشن. تمام، دي كلها تعتبر انفلتريشن في الكولونيك ميكوزا، وده يدل ان احنا ايه في الادينوكارسينوما او حصل مالجنسي في الكولون، بس في طبعا السلايد ده يعتبر ادينوكارسينوما يعني. تمام، دي مالجنن سيلز بتاعت الادينوكارسينوما، وزي ما انتم شايفين انها طبعا مش فاريبل ان سايز، يعني واحده كبيره واحده صغيره جنبيها واحده اصغر منها جنبيها، فطبعا هي فاريبل ان سايز اند شيب، وطبعا فيها بروبن نيكلولاي بقى وال اللي هي الهايبركروماتيك نيكلولاي وبروبن نيكلولاي، وفيها ابنورمال ميتوتيك فيجرز، فدي تعتبر ايه تيومر سيلز اللي عملت انفلتريشن للكولونيك ميكوزا تبع الادينوكارسينوما. تمام، دي صوره ثانيه بتوضح لك الانفلتريشن، نتيجه الانفلتريشن حصل فايبروزس، وهنشوفها على شكل ايه الحاجات اللي هي البانز دي، بانز اوف كولاجينوس فايبرز، دي كلها تعتبر فايبروزس، وده دليل ان حصل انفلتريشن في الكولونيك ميكوزا تيشو، وحصل نتيجه الانفلتريشن ده ايه فايبروزس، ودي شكل الفايبروزس اللي انا رسمت لكم عليه. وده منظر تاني برضو بيوضح لك الانفلتريشن، انا شايف هنا فايبرس تيشو اهي، وادي خط من الفايبرس تيشو، وادي فايبرس تيشو، حصل انفلتريشن وبقت المنظر الكولون اصلا مش واضح ملامحها قوي نتيجه الانفلتريشن مع ايه فايبروسس. كده احنا خلصنا سلايدات الحمد لله، نبتدي نخش على الجارات. اول حاجه جار الجول بدر، عندكم ثلاث جارات من الجول بدر، انا حطيتها لكم على شكل الجوريزم بحيث ان الكومنتات الكومه ما بينهم كتبتها على جنب اهي، وبعد كده الحاجات المميزه في كل واحد. يعني الحاجات اللي عندكم طبعا اول حاجه الجارات الاول، عندكم ميكوسيل وز ميكس ستونز، عندكم كرونيك كالكولا كوليسيستايتس تمام وز ميكس ستونز، والكرونيك كالكولا كوليسيستايتس وز ميكس ستونز ليها تو جارز، واحده ليها انر سموث لايننج وواحده ليها الريجولار اند كونسيستد لايننج. تمام، هنشوف الصوره بتاعتهم دلوقتي. تمام، ده الجار رقم 23 وده الجار رقم 24 عندكم في الاطلس. مبدئيا عندك الاثنين مشترك ما بينهم الاثنين ميكس ستونز، نفس النوع الستونز، فانت هتوصف نفس الوصف للستونز في الحالتين، اللي هو بتبقى مالتيبل فاسيتد جريش يلو وليه الترنيتنج دارك اند لايت زونز. تمام، الترنيتنج دارك اند وايت لامينات،
طب ايه الفرق بين الميوكوسيل والكرونيك كالكال كوليسيستيتس وسميك ستونز؟ اولا الميوكوسيل دي نتيجه ان حصل بيبقى فيه ستون، طبعا عارفين عايزين نفتكر منظر الجو بلادر، الجو بلادر بيبقى ليه نيك وبادي وفندس، يعني مثلا رفلي الشيب ده مثلا، تمام، عباره عن نيك وبادي وفندس. طيب اللي حصل ان في ستون دي اسمها سيستيك داكت الحته دي، وحصل ستون سدت السيستيك داكت دي، الحته دي اسمها سيستيك داكت وفي ستون سدت السيستيك داكت، فالكولومنر ابيثيليوم بتاعت الكول بلادر هتبتدي تطلع ميوسين، تمام؟ تمام هتبتدي تطلع ميوسين، هل الميوسين ده هيحصل له درينج؟ السكه مسدوده فهتبتدي تتجمع جوه جوه جوه، هتكبر وهتجمع جوه الجول بلادر دي نفسها، فهتكبر وهتكبر وهتكبر، فلما تيجي تكبر هتضغط على البلود فيزلز اللي على الفول نفسها، فيحصل اسكيميا وانفاركشن، والميكوزا دي بتبقى اتروفي، يحصلها اتروفي نتيجه الانفاركشن، فهتبقى ضعيفه. فانت هتلاقي في الاخر يقول لك الوصف بتاعت الجول بلادر تبع الميكوسيل انها تبقى انلارجت، تمام. طبعا الاول ميكوسيل معناها ايه؟ ان حصل ميوسين اتجمعت جوه كيس، يعني سيل دي كيس، وميوك اللي هو ميوسين، فالميوسين جوه كيس اسمها ميكوسيل. فانت زي ما قلت لك هتتجمع جوه ويحصلها دايليتيشن وانلارجت، ادي انلارجت وادي دايليتد، تمام. البتاع هتوسع نتيجه الميوسين اكيوميليشن جوه الجول بلادر نتيجه السدت اللي حصل في السيستك داكت باي استون، او طبعا في الحاله دي تبقى ميكسد ستون. هتلاقي الوول زي ما قلت لك حصل ضغطت على بلاد فيزل بتاعت الوول، حصل اسكيميا انفاركشن، تمام، فبقت حصل اتروفيك ميكوزا وبقت ماركتلي ثين، تمام، وسيمي ترانسلوسنت از ريزلت. انت حاجه لما تكون رفيعه جدا تقدر تشوف من خلالها شويه، هي ده قصده هنا بالسيمي ترانسلوسنت. طيب اما بالنسبه للكرونيك كالكولر كوليسيستيتس فهنا كرونيك انفلاميشن، فالكرونيك انفلاميشن هتهيل باي ايه؟ باي فايبروزيس، فهتلاقي الجول بلادر كشت نتيجه الفايبروزيس، ودي اللي بنسميها الجول بلادر كونتراكتد، تمام. هتلاقي الوول نفسه هيبقى فايبروتيك والسكند وول حوالي 1 سنتيمتر سيكنس، يعني من كتر ما حصل فايبروزس وبقت سميكه سميكه، يعني لدرجه ان هي وصلت للسمك حوالي 1 سنتيمتر، تمام، 1 سنتيمتر من السمك بالفايبروتيك وول. بس عكس الميوكوسيل، الميوكوسيل هنا الميوسين قاعد تتجمع جمع فبتوسع زي البالونه بالظبط، فتبقى لارج تو ثين، انما هنا كونتراكتد وسكند وول. ده الفرق بين الميوكوسيل والكورونيك كالكال كوليسيستيتس. الاوتر سيرفيس برضه بتاعت الكرونيك كالكال كوليسيستيتس نتيجه الفايبروسيس هتبقى اوبيك وفيها فيبروتيك ادهيجنز وكونجستد بلاد فيزلز، تمام. نشوف بقى الصور الجارات. طبعا هنا ادي جارين بتاع الكرونيك كالكال كوليسيستيتس وسميكس ستونز، وادي جار الايه؟ الميكوسيل وسميكس ستونز. جار الميكوسيل زي ما انتم شايفين يعني باين عليها ان هي بتبقى سموث لايننج شويه مش فايبروتيك خلاص، وبتبقى دايليتد وثن وسيمي ترانسلوسنت زي ما احنا ايه وصفنا بالظبط. انما في الصوره ناحيه ايه الشمال الشاشه عندكم اول واحد اللي هو ويز سموث لايننج، السموث لايننج هتلاقي الكور فوق كده، تمام، يعني هي دي بصمجه شويه بس، يعني ايه عشان ايه يعني انت في الامتحان تتعرف على الجار بسرعه، لما تلاقي الكور باينه فوق كده فانت بتتكلم عن الجار اللي ابو سموث لايننج، انما الجار اللي هو عنده اللايننج الريجولار والسكند ده مش هتلاقي فيه الستونز طايره على الجار، هتلاقي الستون جوه، يعني تقريبا دي الستون هي جوه الجو بلادر نفسها، تمام. بس والاثنين نفس الوصف زي ما انتم شايفين، بص الوول سيك ازاي نتيجه الفايبروسس، سكند وول يعني واضحه جدا عندها، يعني ده على الاقل ايه هو مقفول اصلا، اه ماشي مقفول مش مفتوح، بس هو باين عليه ان هو ايه سن وسيمي ترانسلوسنت شويه نتيجه الدايليشن من الميوكس او الميكوسيل يعني، تمام. لكن هنا بص الوول سيك ازاي، هنا برضو الوول تعتبر سيك برضو باينه جدا، بس هي اوضح في الجار ده يعني. بس وده يقول لك ان احنا ايه بنبص على كرونيك كالكال كوليسيستيتس، تمام. الفرق ما بينهم ان ده في فايبروزس وده في ايه دايليشن بالميوكس او الميسيم، تمام. في بقى جار زياده عليكم بقى جت في شرحت يعني مع الدكاتره هتيجي عليكم في الامتحان، اللي هي كرونيك كالكال كوليسيستيتس، بس بدل ميكس ستونز هيبقى كوليسترول ستونز، تمام. وده منظر الجار بتاعت الكوليسترول ستونز، هجيب لك صوره الكوليسترول ستونز واضحه جدا كده على جنب، وادي صوره الايه الجو بلادر، والجو بلادر عامه هيبقى نفس الوصفه، وهنا كرونيك كالكال كوليسيستيتس بنفس كرونيك انفلاميشن بنفس الفايبروزس، فانت هتلاقي عند الشنكن جو بلادر هتلاقي الكبسول نفسه ادهيرنت وبقى فيه فايبر او لير فايبرس ادهيجنز، الوول هيبقى ثيك نفس الكلام بالظبط، حتى الميكوزا نفسها تبقى شاجي وديرتي نتيجه الفايبروسس والانفلاميشن، مفيش اي حاجه زياده هنا في الوصف الجول بلادر، بس عشان تتعرف عليها هو جايب لك الكوليسترول ستونز واضحه جدا هنا اهي، والكوليسترول ستونز احنا عارفين بتبقى وايتش يلوشن كلر، يعني هنا ايه ابيض ومصفر شويه وايتش يلوشن كلر بس، وسريتد ان ابيرنس، يعني سريتد يعني هي إيه مش يعني مش زي الكوره، يعني الكوره دي حاجه سموث حاجه سفيريكال وكونتينوس، انت تقدر تمشي ايدك تقدر تمشي ايدك عليها من غير اي مشكله، لكن السريتد بتلاقي فيه تعرجات زي ما انت شايف هنا، ادي تعرج اهو وادي تعرج وادي تعرج، فاحنا بنسميه السريتد ان ابيرنس نتيجه التعرجات دي، هو ده قصده هنا بوصف السريتد ان ابيرنس. فعامه انت هتشوف الصوره دي ادي اتنين كوليسترول ستونز لونهم وايتش او يلوشن كلر يعني شويه، وبيبقى سريتد ان ابيرنس، فاحنا هنا بنتكلم عن الكوليسترول
كوليسترول ستونز بتاعت الكورونيك كاركولوسيستايتس، نفس الجار او نفس قصدي الكومنت يعني اسف، لكن الستون هي الوصف الستون هتختلف لانها ما بقتش ميكسد، بقت كوليسترول ستونز. انما الميكس ستونز كانت ايه؟ كانت جراي يلو تمام، والترنيتنج دارك اند لايت زونز، الترنيتنج جراي اند وايت لامينا، وتبقى مالتيبل فاسيتد مش سيريتد. مالتيبل فاسيتد يعني تعتبر قريبه من الوصف يعني ان هي بتبقى ليها كذا وجهه كده يعني، مثلا دي مالتيبل فاسيتد، لا وش هنا، لا وش هنا، لا وش هنا، لا وش هنا، حاجات قريبه من بعض يعني. بس عامه عشان ما ندققش في التفاصيل، الميكسد مالتيبل فاسيتد، انما الكوليسترول ستونز بتبقى يعني ايه سيريتد ان ابييرنس تمام. سيريتد دي يعني عامله زي اللي هي مش عارف اقول لكم ازاي، اللي هي العجله اللي بتبقى مشوكه دي يعني، كانك ماسك كده يعني عجله من هنا سبايكس كده، تعرجات كتير في السيريتد ابييرنس بتاعت الكوليسترول ستونز تمام. طيب البورتال سيروزس، عندكم جوارين بورتال سيروزس خلاص، الاثنين هتقول نفس الكومنتس طبعا، ده سيروزس فهتلاقي شرانك الليفر نتيجه الفايبروزس، واي سيروسس في الدنيا وانت مغمض عينك فيرم كونسستنسي وذ شارب ايدجز على طول من غير ما تفكر فيها. وطبعا بما انها سيروسس فاكيد في ريجينريتنج نودلز، فلما يقول لك الاوتر سيرفيس والكات سيرفيس اكيد نودل مش هيبقى سموث يعني تمام. عندك نوعين بقى من البورتال سيروس او جارين بورتال سيروس، واحد ميكسد تايب وواحد مايكرو نودلر تايب تمام. فانت الميكسد تايب هتقول ان النودلز فيها هتبقى رينج ان سايز من 0.2 ل 1.5 سم بيل براون، وتاخد بارت اوف ذا ليفر، الاورجان بتاعه هيبقى بارت اوف ذا ليفر. انما المايكرو نودلر تايب هيبقى النودلز بتاعته مايكرو نودل اللي احنا عارفين تبقى اقل من 3 مللي او 1 ل 3 مللي ان سايز، سيبريتد باي فايبرس جري سيبتم، مفيش اي مشكله، وطبعا هياخد الهول ليفر مش بارت اوف ذا ليفر زي التاني تمام. نقطه زياده او كومنت زياده تكتبوها لو جاب لك الميكس تايب، ان البلود فيزلز فيها بتبقى باينه جدا خلاص، وبتبقى سكند، والكبسول نفسه بتبقى سكند بس ما حصلش فيه ادهيشنز تمام. اكتب بس السطرين دول زياده في الكومنت بتاعت الميكس جار او اللي هي البورتوسيروسيس ميكس تايب يعني. ادي صوره للبورتوسيروسيس ميكس تايب، وادي صوره للبورتوسيروسيس مايكرو نودلر تايب، هو الاثنين باين فيهم نودلز، بس هو الفكره هنا ان انت عندك هنا في نودلز كبير قوي اهو وفي نودل صغير، فهنا ايه مايكرو على مايكرو نودل احنا مسميين ميكس تايب، انما هنا كل النودلز هنا صغيره يعني، ده صغير وادي صغير وده صغير وده صغير، كلهم صغيرين، فده الايه المايكرو نودلر تايب. فهي يعني ايه هو ده الفرق ما بينهم من بره يعني، من ناحيه الكروس بيكتشر زي ما بتقول، اللي هو واحد ميكسد ستونز سوري ميكسد بورتال سيروسس، فانت تلاقي نودلز مايكرو على مايكرو نودلر، والتاني هتلاقي فيه مايكرو نودلر سيروسس، يعني تلاقي كل النودلز من 1 ل 3 مللي بس ان سايز تمام. نفس الكومنت، الفروقات ما بينهم مش عاليه جدا، واحد واخد بارت اوف ذا ليفر اللي هو الصوره بتاعت الميكسد تايب، انما المايكرو نودلر تايب بيبقى واخد ايه كل الليفرز اللي احنا قلنا في الكومنت ده يعني الكومنت ده مشترك بين الاثنين، هتكتبه هتزود ده بس في الميكسد تايب وهتزود ده في الميكسد تايب برضو، ولو جاب لك المايكرو نودلر تايب هتكتب الثلاثه دول مخصوصين بيهم يعني، اللي انا كاتبهم ثلاث نقط تحت المايكرو نودلر تايب دي تبع المايكرو نودلر بس، ونقطتين تحت الميكسد دول تبع الميكسد بس، انما الكومنتات اللي فوق دي ايه تبع الجارين يعني، نفس الكومنت هتلاقيه في المكتوبه في الجارين نفس الوصف. نفس الكلام هنا في بيلر سوس، عندكم برضه جارين بنفس الكومنت اللي في النص مع فروقات ما بينهم اللي انا كتبتهم تحت كل واحد فيهم. الاثنين طبعا بينهم سيروسس نفس الكلام، سيروسس احنا اتفقنا ان هي بتبقى شنك الليفر نتيجه الفايبروسس، واي سيروسس في الثانيه فيرم كونسستنسي وشارب ايدجز، وطبعا بانها بيلري سيروسس. يعني ايه بيلري سيروسس؟ يعني بيبقى مثلا كومن بايل داكت اتحبس فيها البايل تمام، يعني مثلا نفترض مثلا ادي ايه كومن بايل داكت تمام، ونفترض ده الليفر تمام معذره، ادي الكومن بايل داكت الليفر، فنفترض ان البايل قاعد يتحوش نتيجه مثلا ستون هنا مثلا ولا حاجه، فالبايل قاعد يتحوش جوه الكومن بايل داكت وقاعد يتحوش 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 يتحوش، طبعا عامل بريشر عالي نتيجه ان هو اتجمع جوه تيوب جوه مكان مقفول، وبعد كده قاعد يتحوش 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 لحد ما رجع على الليفر، ولما رجع على الليفر نقل الهاي بريشر دي على الليفر سيلز فضغطت عليها وحصل لها ايه ديجنريشن، ادت الى سيروزس، ديجنريشن وذ ريجنريشن باي نودلز اند لوس اوف هيباتيك اركتكتشر، دخلنا في سيروزس نتيجه كومن بايل داكت اوبستراكشن او ايا كان السبب، مثلا ده مثال يعني، فسميناها بيلري سيروزس، انها مشكله في البيلري سيستم فسميناها بيلري سيروزس. من غير ما اخش في تفاصيل النظري، انت عندكم جارين في بيلري سيروزس، ادي واحد اهو اللي احنا بياخد ليفر كلها تمام، ده الاورجن بتاعه، وواحد اهو بياخد سلايس اوف ذا ليفر تمام. طبعا باين هنا واخد ليفر كلها حتى بالجول بلادر يعني، ادي الجول بلادر واضحه تمام،
فانت لما تيجي توصفها توصف معاك الجول بلادر بتاعك. الجول بلادر طبعا بتاعه سيستيكلي دايليتد، غالبا ده نتيجه كوليسيستايتس. يعني لسه قايل لكم من شويه ان السيستيك داكت، لما كنت رسمت لكم الرسمه بتاعت الجول بلادر وان حصل ستون عملت اوبستراكشن للسيستيك داكت، فهو هنا قصده هنا ان الجول بلادر دي برضه سيستيكلي دايليتد، يعني حصل ستون اوبستراكشن في السيستيك داكت وبقت ايه، بقت انلارجد وبقت دايليتد يعني. تمام. بس وبالنسبه للنودلز نتيجه السيروسس هتبقى فاريبل ان سايز اند شيب، وليها جرينش تينج عشان طبعا فيها بايل، يعني فيها تجمع بايل، يعني بايل رجع ورا على الليفر وضغطت على السيلز ولونت السيلز دي شويه، فاللون البايل اصلا جرين، فاديت لها جرينش تينج، يعني فيها شويه لون من الاخضر ده. تمام. طبعا كات سيرفيس ديفيس للنودل عشان احنا بنتكلم عن السيروسس، مفيش اي مشكله. تمام. بس فما فيش اي مشكله خالص. وطبعا زي ما انتم شايفين لو جاب لك الجار وباين فيه الليفر كلها حتى بالجول بلادر بتاعه، فانت بتتكلم عن الجار بتاع بيلاري سيروسس اللي واخد الليفر اورجان بتاعه، هيبقى واخد الليفر كله. انما لو جاب ما جابلكش الجول بلادر وجاب لك جزء من الليفر زي ما انتم شايفين في الصوره دي، طبعا سلايس اوف ذا ليفر، فانت هتقول فيها كات سيكشن، بتبقى هي باينه قدامك اصلا، ما فيش نودلز المره دي هنا في السلايس بتاعت الليفر، فانت هتقول ان هي بتبقى سموث. تمام. وطبعا هيبقى فيها جرينش توتش، هي جرينش دوتس، طبعا هي مش باينه هنا، بس جرينش دوتس دي نفس السبب عشان هي بتبقى ستيند باي البايل، اتلونت بالبايل اللي اتجمعت في الكومن بايل داكت رجعت على الليفر بالظبط. نتيجه البايل ستيزيس يعني اللي احنا بنسميها بايل ليكس، يعني تخيل مثلا جرينش دوت جرينش دوت جرينش دوت، فبيقول لك عامله زي بحيرات من البايل يعني. تمام. بايل ليكس، بس هي طبعا مش باينه في الصوره دي قوي، بس الباين هنا في الصوره ان هو واخد فعلا سلايس اوف ليفر، وان الكات سيكشن سموث مش نودلر زي التاني، التاني باين فيه نودول زي. تمام. بتحس انها نودلر فعلا، لكن الصوره دي بتبقى سموث. ده الفرق ما بينهم. غير كده هو نفس الكومنت، والبيلر سوسس جار سهل، والكومنتات بتاعته مش طويله. طيب الهيباتوسيلا كارسينوما، بالنسبه للهيباتوسيلا كارسينوما فانت عندك ايه، جارين، واحد جاي اون توب اوف مايكرو نودلر سيروسس، تمام، واحد بارت بتاعه نورمال والبارت التاني انفلتريتد باي تيومر. هنشوف الصورتين دلوقتي. طيب بالنسبه للاون توب اوف مايكرو نودلر سيروسس، فانت طبعا اول حاجه هتشوف الاوتر سيرفيس. الاوتر سيرفيس تفتكر هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى سموث؟ لا اكيد نودلر، لان احنا بنتكلم عن مايكرو نودلر سيروسس. تمام. والنوديولز طبعا بما انها مايكرو، هو الغريب هنا ان هو كاتب لك ان هي مايكرو نودلر، بس هو احنا نقول ان النودلز هتبقى رينج سايز من 0.2 ل 1.5 سنتيمتر، المفروض اصلا 1 ل 3 اللي هي اون توب اوف مايكرو نودلر سيروسس، بس عشان نبقى ماشيين مع كومنتات الاطلس يعني. وطبعا بما انها بقت مالجنسي، خد بالك بقى من النقطه دي، هتقول هارت انكونسستنسي، هتقولي ايه ده، مش انت قلت ان اي سيروسس في الدنيا يبقى مش عارف شارب بارت وفيرم كونسستنسي؟ مظبوط، بس هنا حصل انفلتريشن باي تيومر وتحول لهيباتوسيلا كارسينوما، ولما يتحول لهيباتوسيلا كارسينوما مش هيبقى فيرم كونسستنسي، هيبقى هارت انكونسستنسي. طيب هتلاقي لارج تيومر انفلتريتنج النورمال ليفر، والكبسول بتبقى ما لهاش كبسول انكبسوليتد، هتلاقي ايريز اوف نيكروزس. تمام. والبريتونيوم نفسها نتيجه الفايبروزس اللي حصل مع الانفلتريشن، هتلاقيها ثيك واتهيزف ولستر، لس المفروض اصلا النورمال بريتونيوم بيبقى ليها لمعه اللي احنا بنسميها اللستر، ففي الحاله دي هتلوز اللستر دي، فبتبقى لستر لس بريتونيوم. تمام. هنشوف الصوره بتاعتها دلوقتي. ادي هيباتوسيلا كارسينوما اون توب اوف مايكرو نودولار سيروزس. تمام. الزون اللي انتم شايفينه اللي ملون ده هو ده الانفلتريشن باي تيومر. تمام. وطبعا عملت انفلتريشن للتيومر سيلز، سوري عملت انفلتريشن للليفر، وهتكتب بقى الكومنت الوصف بتاعك اللي احنا عارفينه يعني، تقريبا ده الاكستنشن بتاع التيومر سيل كمان. تمام. اما بالنسبه للتاني اللي هو البارت از نورمال اند بارت از انفلتريتد باي تيومر، فانت تلاقي يقول لك ان هي بتبقى براون ويز لوكالايزد بيل جريش بينك اريا سيبريتد فروم نورمال ليفر باي دارك نارو زون. اهي. تمام. هي دي كلها تعتبر ايه؟ انفلتريشن بتاعت الليفر بالهيباتوسيلا كارسينوما او باي تيومر سيلز. نفس الوصف اهي، سيبريتد باي نورمال ليفر باي دارك زون او جراي زون، وهي لونها مميز عن اللي حواليها. تمام. لونها بيل جريش بينك اريا، واللي حواليها دول الليفر حواليه طبعا براون، ادي الليفر ادي غامق وهي فاتحه براون وبيل جريش بينك اريا، وسيبريتد باي نورمال ليفر بالخط اللي انا رسمته ده اللي انا اعتبره ان هو ايه، الدارك نارو زون. تمام. السايز بتاعته نفس السايز بتاعت اللي هي بتسوي كارسينوما بالتوب اوف مايكرو نودلر سيروسس، والكبسول نفس الكلام برضه هتبقى انكبسوليتد. الكات سيكشن نفسها هتلاقي التيومر بتبقى سيبريتد فروم نورمال ليفر باي دارك زون اوف كونجيشن. تمام. والبروتينيوم نفس الكلام، حصل انفلتريشن، نتيجه الانفلتريشن حصل فايبروسس، وبرضه البروتينيوم بيبقى نفس الكلام، هيبقى ثيك واتهيزف وما لهاش لستر. بس هتزود هنا الحاجه المميزه هنا ان انت تقول ان التيومر سيل سيبريتد فروم ذا نورمال ليفر باي دارك زون اوف كونجيشن. تمام. سواء في الاوتر سيرفيس او الكات سيكشن. انما هنا هتوصف النودولاريتي لانها جايه، اللي هي الجار الثاني الاولاني ده هتوصف النودولاريتي لانها جايه اون توب اوف ايه؟ اوف مايكرو نودولار سيروزس. ده اون توب اوف مايكرو نودولار سيروزس، فتوصف النودولز. بس فانا شرحت لكم خلاص الجارين دول، نخش بقى على بعضهم.
الميتاستاتيك ليجنز. الميتاستاتيك ليجنز انت لكم جارين فيها مالتيبل ليفر ميتاستاسيس، وفي ميتاستاتيك مالجننت ميلانوما في الليفر. ادي الصورتين بتوعهم اهو، ده مالتيبل ليفر ميتاستاسيس تمام، وده ايه الميتاستاتيك مالجننت ميلانوما. ايه الفرق ما بينهم؟ مالتيبل ليفر ميتاستاسيس فانت تلاقي فيه مالتيبل نوديولز تمام. ليه بقى؟ ميتاستاسيس معناه ان جاي من منطقه تانية. نفترض مثلا اشهر مكان بيبعت ليفر ميتاستاسيس وكولون، فانت نفترض عندك كانسر كولون بعت ميتاستاسيس على الليفر تمام، فعامل زي وكان حد ضرب رصاص على مكان مثلا، فانت تلاقي كذا رصاصه. مثلا نفترض انت معاك مثلا بندقيه وضربت على الحيطه مثلا، فانت لما تيجي تبص على الحيطه تلاقي فيه كذا حفره، كذا حفره نتيجه الطلقات اللي انت ضربتها على الحيطه دي. هي نفس الفكره هنا، ان الكولون كانسر بعت ميتاستاسيس على الليفر، فبعت على شكل على شكل بوليتس، على شكل رصاص تمام، او على شكل يعني اللي هي الطلقات بتاعه السلاح. فهتلاقي ان في مالتيبل نوديولز في الليفر زي ما انتم شايفين في الصوره دي تمام. دي كلها ايه؟ تعتبر ميتاستاتيك نوديولز حصل في الليفر نتيجه الضرب بالطلقات من الكانسر مثلا. مثال يعني اي حاجه، في حاجه كتير بتبعت على الليفر طبعا، لبلب يعني ليفر لونج بون برين، بس يعني اشهر مثال هي كولون يعني تمام. فتلاقي الليفر بتبقى انلارجد تمام نتيجه انفلتريشن، وبقت نودولار اوتر سيرفيس. ما هو نفس الكلام، احنا قلنا ان هي بعتت كذا ماس، فالماس عملت نودولز، فبقت الاوتر سيرفيس بتاعتها نودولز نودولار يعني، والنودولز تبقى فاربل ان سايز اند شيب تمام. النودولز نفسها هتلاقي في حاجه اسمها امبليكيشن. يعني ايه امبليكيشن؟ دي شرحتها في الفيديو التاني برضو بالتفصيل، بس سريعا كده، ان هو عشان التيومر سيلز دي جت في مكان غير المكان بتاعها، فبقت عامله بالشكل ده تمام. دي سنترال امبليكيشن. دلوقتي انت تيومر سيلز اللي هي جايه من الكولون مش راحت على الليفر، والليفر ده مش مكانها الاساسي، فبالتالي هي ملهاش بلاد سبلاي في الليفر. فبالتالي لما بتيجي تاخد بلاد سبلاي من اي حته من السراوندنج تيشو حواليها، بتاخدها على مين اول واحد هيستقبل يعني البلاد سبلاي دي؟ هو البريفري، هو اول واحد هيقدر يستقبل اي بلاد سبلاي موجود في الليفر تيشو حواليها. طب مين ابعد واحد عن البلاد سبلاي اللي مش هيقدر ياخد اي بلاد سبلاي من السراوندنج ليفر تيشو حواليه؟ هو السنترال نوديول. فبيحصل لنا نكروزس ويؤدي الى امبليكيشن، انما البريفير هو اللي بيتغذى فلسه يفضل ثابت. فعشان كده بيقول لك ان التيومر سيلز او الميتاستاتيك تيومر سيلز في اي مكان عموما بتلاقي دايما وصل الامبليكيشن ده نتيجه سنترال نيكروزس تمام. عامه النودلز هنا سوري الكبسول هنا هتبقى مش كبسوليتد برضو، خد بالك من النقطه دي، والكلر هيبقى جري بينك. طب بالنسبه للميتاستاتيك مالجنت ميلان، خلينا نشرح الاول الجار يعني. انا لسه قايل لكم اصلا ادي النودلز اهي فاريبل ان سايز اند شيب، وبيبقى فيها سنترال امبليكيشن تمام وبس، وطبعا نون كابسوليتد. هيجيب لك مثلا ميتاستاتيك مالجنا ميلانوما، برضه الليفر بتبقى انلارجد خلاص، وعندها برضه نودولار اوتر سيرفيس والنودولز فاربن سايز اند شيب، نفس الكومنت بالظبط. الكونسستنسي هيبقى فيرم خلاص، بس النودولز هنا تبقى اصغر الحجم عن هو مكتوب ان هي اصغر عن المالتيبل ليفر ميتاستاسيس، مع ان الرينج دي يعتبر يعني ايه مش قوي يعني، اللي هو مثلا الرينج بتاع المالتيبل ليفر ميتاستاسيس من 2 ل 3 سنتي، انما في الميتاستاتيك مالجنا ميلانوما من 1 ل 5 سنتي، بس نفترض مجازا ان هي سمولر يعني تمام. فهتلاقي ال سوري اللي هي ال دي صورة الميتاستاتيك مالجنا ميلانوما تمام، وطبعا نفس الكلام بالظبط، هتبقى فيرم كونسستنسي والنيديولز بيل براون وعندها سنترال نيكروزس، بس ما فيش هنا امبليكيشن. يعني انا قايل لكم ان اي قاعده ميتاستس بيبقى فيها امبليكيشن، بس هنا في ميتاستاتيك مالجنا ميلانوما دي اصلا مش ميتاستس، فبالتالي مش هتلاقي فيه امبليكيشن، بس هتلاقي فيه سنترال نيكروزس تمام كده. فادي صوره للميتاستاتيك مالجنا ميلانوما تمام. هو مش باين قوي هنا السنترال نيكروزس اعتقد يعني، بس يعني ايه اهم حاجه تعرفوا ان هنا مفيش امبليكيشن زي الميتاستاتيك المالتيبل ليفر ميتاستاس يعني. الاثنين نفس الكومنت بتاعت الليفر انلارجد ونودلر اوتر سيرفيس، هتلاقي هنا في المالتيبل ليفر ميتاستاس امبليكيشن تمام، انما في الميتاستاتيك مالجنا ميلانوما مش هتلاقي فيه امبليكيشن. وبالنسبه للنودولز الاثنين فيهم نودولز، والاثنين نودلر اوتر سيرفيس، بس في المالتيبل ليفر ميتاستاس تبقى اكبر شويه من 2 3 سم. انما الميتاستاتيك مالجنا ميلانوما نقدر نقول ان هي بتبقى 1 ل 5 سم او سمول نودولز عن المالتيبل ليفر ميتاستاس تمام. ونزود طبعا الكبسول والكلر في مالتيبل ليفر ميتاستاس نوت كابسوليتد وجراي بينك ان كلر تمام. وادي صورتين دي اشجار تاني. بعد كده بقى كل جار على حده، عندك اول حاجه الكافيرنس هيمانجيوما. فطبعا الكافيرنس هيمانجيوما دي بتيجي في الفاسكولار شانلز، فدي مثلا ادي الفاسكولار شانلز اهي تمام بتاعت الكافيرنس هيمانجيوما. طبعا اوتر سيرفيس بتاعته بتبقى براون وسموث خلاص، وحجمه بيبقى 2 في 2 سم اوكي. الكات سيكشن طبعا هي انكابسوليتد ويل ديفايند سب كابسولار ماس وراوندد وبلاكيش ان كلر تمام. هي بتبقى ويل ديفايند وسب كابسوليتد تحت الكبسول تمام.
وراوندد وبلاكش ان كلر. وممكن تلاقي مالتيبل فاسكولار شانلز اللي انا رسمت لكم عليها اهي، تمام، بتبقى سيبريتد باي سين فايبرس سيبتا، بتدي هاني. هو هنا عامه مش باين الهاني كامب بيرس للاسف، يعني كنت عايز اشرح لكم على الجواب بشكل اوضح من كده، بس هو الجواب ده يعني قعدت احاول يعني افهمه ما لقيتش فيه الاول اللي هو المنظر بتاع الهاني كامب بينس. بس انت تبقى عارف من الكاركترستيك البينس بتاعت الكابينس المنجيوم، عشان ممكن يسالك فيها في الاسئله بقى اللي على الكومنتس نفسها، ان هي طبعا ليها كاركترستيك هاني كامب بينس. هو الجار ده مش باين فيه عموما غير الفاسكولار شانلز دي يعني، اللي هي انكابسوليتد ويل ديفايند وسب كابسولار، تمام، وطبعا لونها بلاكش ان كلر عشان فيها تجمع من الدم، تمام، والتجمع من الدم بيتحول لبلاك ان كلر في الاخر وراوند. طيب الجول بلادر كارسينوما اللي احنا بنسميه ادينو كارسينوما، هنا ده جول بلادر، وادي جول بلادر ده وفتحناها فشفنا تيومر ماس، ادي تيومر ماس اهي، تمام، اللي احنا فتحناها جوه الجول بلادر. طبعا حجمه اللارجت 5 في 5، يعني نفترض ان هو مثلا يعني 5 في 5 في 7 سم مثلا ولا حاجه. الوول بتاعته طبعا هيبقى بتاعت الجول بلادر، او سوري انا اسف، بصوا التيومر ليه، الجول بلادر نفسها هي اللي بتبقى كبيره 5 في 5 في 7 سم، بتبقى لارجت نتيجه التيومر سيل جواها. الوول بتاعته هتبقى سكند، تمام، اهي باينه هنا اهي لما فتحناها، لان الوول سكند ازاي، تمام. الاوتر سيرفيس بتبقى نتيجه الفلتريشن باي تيومر حصل ايه فايبروسس، فهتلاقي في فايبروس ادهيشنز في الاوتر سيرفيس. هنا بقى هنشوف بقى فعلا التيومرز نفسها هتبقى 2.5 في حوالي 4 سم مثلا ولا حاجه. بتبقى فانجيتنج، يعني ايه فانجيتنج؟ يعني واخده شكل المشروم كده، ده معنى كلمه فانجيتنج. هي مش باينه هنا قوي، بس هي بتبقى فانجيتنج، معناها ان هي بتبقى بولج انتو ذا لومين. يعني نفترض مثلا ده مثلا الجول بلادر خلاص، وهي خارجه من الميكوزا على شكل فانجيتنج ماس، وطبعا عملت بولج انتو ذا لومين، دخلت جوه اللومين اهي، فده قصده هنا بولج انتو ذا لومين. وطبعا انفلتريت ذا وول، والحته اللي عملت فيها انفلتريشن ذا وول عملت ايه، اريا اوف نيكروزس، وحجمها 2.5 في 4 سم، تمام. هي مش باينه هنا قوي، بس انت تشوف ان هو ادالك جول بلاتر وفتحها ولقيت تيومر ماس، في فانجيتنج تيومر. هي باينه شويه انها فانجيتنج هنا، بس ايه غير كده التفاصيل مش باينه قوي، يعني فانجيتنج تيومر ماس 2.5 في 4 سم، وجريش وايت، ولونها طبعا باين جريش وايت ان كلر. هتبقى بقى ان هي بلجنج انتو زلومين وانفلتريت ذا وول وسوكال اريز اوف نيكروزس. الجول بلاتر نفسها هتبقى انلارج نتيجه انفلتريشن باي تيومر، حجمه 5 في 5 في 7 سم، الوول بتاعته ثيك نتيجه انفلتريشن عملت فايبروسس، والاوتر سيرفيس هيبقى فيه مالتيبل فايبروس اديشنز. بالنسبه للانولار كارسينوما اوف ذا ريكتو سيجمويد، طبعا هو مش هقول لك عليه بالسهم هنا، تمام، ده منظر الليجن بتاعت الانولار كارسينوما اوف ذا ريكتو سيجمويد. طبعا هيقول لك ان هي احنا جبنا وول من الريكتو سيجمويد، والريكتو سيجمويد دي اللي هي الحته ما بين الريكتو والسيجمويد كولون، فدي هولو اورجان يعني تيوب، تمام، فاحنا فتحناها، فلما فتحناها ادت المنظر اللي جرى قدامنا ده، تمام، وطوله طبعا طول السيجمنت اللي احنا خدناه 20 سنتيمتر. هتلاقي ان هي اساسا انفلتريتد باي جريش وايت فيرم تيومر ماس، خلاص، والجريش وايت فيرم تيومر ماس اللي هو ده، تمام، ضغطت او عملت ستينوزس للومن. يعني بص هنا اللومن واسع ازاي، تمام، لكن يجي نبص على الصوره دي، بص اللومن بقت ستينوز جدا، ستينوز يعني ضيق، تمام، نتيجه الايه التيومر سيل انفلتريشن، عملت ستينوزس للومن بتاعت التيومر اريا، تمام، وبرده مستمره برده الناحيه الثانيه برده. يعني ايه بنابكن ابيرنس، يعني عامل مثلا كانك مثلا جبت منديل ومسكت المنديل جامد فادت المنظر ده كده، تمام. يعني رفلي، يعني اعتقد يعني ان شاء الله تكون متخيلين معايا المنظر. وكانك مثلا جبت حاجه هي يعني منديل، يعني اصلا نابكن معناه منديل اساسا، فانت كانك مسكت منديل ومسكتها جامد من النص كده، فبقت فيها حته فوق حته تحت، والحته اللي في النص انت ماسكها كويس جدا، يعني ماسكها جامد، فدي اللي بتدي منظر نابكن ابيرنس. هي نفس الكلام بالظبط، ان التيومر سيل ضغطت على اللومن، فهتلاقي حته فوق واسعه شويه وحته تحت واسعه شويه، تمام، انما في النص بتبقى ايه، بتبقى نارو لومن، وانت شكل الايه، الشكل اللي انا رسمته لكم في الصوره دي اللي هو النابكن ابيرنس. فهي بتبقى ستينوز لومن ات ذا تيومر اريا، نتيجه بتدي النابكن ابيرنس، وطبعا نتيجه الضغط على الميكوزا نفسها بقت اتحولت لاتروفيك ميكوزا كفرنج، نتيجه ايه، نتيجه الكومبريشن ات ذا ميكوزا كفرنج دي باي التيومر، تمام، فبقت اتروفيك اتروفيك وبدت منظر ايه، النابكن ابيرنس. بالنسبه للبيريكوليك فات، هو ده البيريكوليك فات، تمام، بيقول لك ان هي مالتيبل خلاص وسمول وفيرم وجريش وايد نودلز. هي حجمها بتبقى اصغر من كده، اللي هي بتبقى حوالي مثلا ايه نص في نص سنتي مجازا، يعني عشان برضو تسهل عليكم الحفظ، بدل 0.6 تقول مثلا نص في نص سنتي وكده كده ما بيدققوش قوي في الحجم، طالما انت كتبت سايز قريب من المكتوب فخلاص مفيش مشكله، فانت تقول ان هي مالتيبل سمول فيرم جريش وايت نودلز، وتبقى ايه نص في نص سنتي، تمام.
اه نسيت اقول حاجه كمان، ان الانيولر اساسا معناها حاجه بتلف حوالين اللومين، يعني مثلا كانك مثلا جبت تيوب تمام ولفيت حواليه حاجه تمام، الحاجه اللي بتلفها حواليها دي بتضغط عليها، في الدنيا بيسموها انيولر، فعشان كده اسمها انيولر كارسينوما فريكتوس بوينت، لانها تيومر سيل لفت حوالين اللومين وضايقتها، ادت منظر نابكن ابيرنس اللي انا رسمتها لكم دي اللي هي ستينوز داريا. طيب بالنسبه لكارسينوما في انا كنال برضه نفس الكلام، مش جوه مش هقول لكم بالسهم عليها اساسا، هيجيب لك ادي منظر انا كنال برضه بتبقى عامله زي تيوب وفتحناها تمام، ونجيب لك ايه منظر التيومر سيل بتاعت الايه او الكارسينوما بتاعت الانا الكنال، هي بتبقى سمول راوندد جريش ماس، مفيش اي مشكله خالص. السيجمنت نفسها اللي انا اخدته بتاع الانا الكنال طوله 20 سنتيمتر لونج، انما الجريش ماس نفسه بتبقى 1.5 سم، يعني مثلا بنيجي ناخد البتاع 1.5 مثلا في 1.5 سم، نون كابسوليتد وفيرمي كونسيستنس، هي واضحه جدا قدامكم مفيش اي مشكله، هي فعلا راوندد وفعلا جريش ماس، هتقول ان هي ملهاش كبسول وفيرمي كونسيستنسي. في بقى بوليبويد كارسينوما اوف ذا انا كانال، يعني ايه بوليبويد؟ هي المنظر قدامكم ده بالظبط، تيبيكال بوليبويد واضحه جدا هنا تمام، رسم سكيماتك برضو ليها ان هي بتبقى على المنظر ده تمام، ده منظر البوليبويد كارسينوما تمام، فهنا بيقول لك ان دي بوليبويد كارسينوما في انا كانال ومعاه اكسترنال بايلز، ده منظر البوليبويد بالظبط، والاورجن اللي احنا واخدينه هنا تبقى الريكتوم والانا كانال وذ هيري سكين كفرنج الانس تمام، يعني حته بريكتوم وانا كانال والهيري سكين اللي كفرنج الانس اللي هو من تحت خالص دي اهي باينه هنا السكين الهيري سكين اهي تمام، وادي الانا كانال اللي طالع من ادي الانا كانال اللي طالع منه بوليبويد كارسينوما تمام. طبعا زي ما انتم شايفين اوفويتين شيب خلاص، وطوله حوالي وطبعا هو بوليب زي ما انا رسمت لكم فوق، وطبعا طوله 6 في 3 في 3 سنتي رقم سهل. هنقول انا اديت لكم سكيما بقى اللي هي 3 بي 3 بي بتاعت البوليبويد كارسينوما زي انا كانال والاكسترنال بايلز، ان هو اول حاجه بيبقى بيدنكليتد خلاص، يعني ايه بيدنكليتد؟ يعني ليه ستالك، ده اللي اسمه ستالك، يعني مثلا لو جبنا خط كده ورسمنا البوليبويد كده تمام، الحته دي اسمها ستالك تمام او العصايه يعني، فدي اللي بنسميه بيدنكليتد يعني ليه عصايه، ودي سهل ان احنا نعملها اكسيشن بالسيرجري يعني بنشيلها جراحيا يعني، يعني سهل ان احنا نشيلها ان احنا بنقطع على طول ايه من السكوت ده، انما لو سيسايل زي في الصوره دي مثلا كده صعب ان احنا نشيلها، هو ده الفرق بين البيدنكليتد والسيسايل عشان تبقوا عارفين الفرق، هو هنا بيدنكليتد قصده هنا ايه الصوره دي ان هي بتبقى ليها عصايه كده ليها عمود ليها ستالك. ده اول بي. تاني بي ان هي بوليب تمام، هي بوليب بوليب بيدنكليتد وبروجيكتنج فروم ذا انس تمام، يعني ادي اللاين ده مثلا افترض اللاين ده بتاعت الميكوزا بتاعت الانا كانال، هي عملت بروجكشن من يعني طلعت كده من اللايننج بتاعت الانا كانال، فاحنا سميناها بروجكتنج فروم ذا انس، فهي 3 بي بوليب وبيدنكليتد وبروجكتنج فروم ذا انس، وطبعا حجمه سهله 6 3 3. الكبسول برضو انكبسوليتد، احنا لغايه دلوقتي ما شفناش حاجه تعتبر كبسوليتد، الكونسستنسي بتاعته فليشي تمام، عامله زي اللحم النيه شويه، الاوتر سيرفيس بتاعته نودلر، يعني ممكن نشوف شويه نودولز هنا تمام وهنا بس هي مش باينه قوي الصراحه. وفي طبعا لو جينا نقطعها زي هذا مالجنسي هتلاقي في مالتيبل اريز اوف هيمرج نكروزس، الكات سيكشن برضه نفس الكلام نفس اللون بتاع بره جراي شويه برضه ومع هيمرج نكروزس مفيش مشكله، وصوره واضحه جدا، هو جاب لك المنظر ده بوليبويد كارسينوما باينه جدا، في دي بوليبويد كارسينوما زي هنا كانال ويز اكسترنال بايلز. طب بوليبويد كارسينوما اوف ذا كولون، دي صوره للكولون، احنا عارفين الكولون بتبقى تيوب وتيوب فتحناها فتت المنظر ده تمام. ادي البوليبويد كارسينوما، ادي السهم موجود هو كمان، ادي منظر ايه البوليبويد كارسينوما، ليه قلناها بوليبويد؟ لانها شبه البوليب نفس الكلام بالظبط اللي هو البوليب ده تمام، هو طبعا التاني باصصها من فوق بس هي يعني ايه ادي السقف بتاعها مثلا واحد من البوليبس هي السقف بتاعهم اهو تمام. وطبعا الحجم التيومر نفس التيومر سيل كلها تبقى حوالي 10 في 8 سنتيم تمام، بروجيكتنج انتو زلومن طبعا نفس الكلام بالظبط، نفترض ان دي اللاين بتاعه وادي البوليبويد كارسينوما عامل بروجيكتنج انتو زلومن. المنظر اللي انا قلت لكم اللي هو بيبقى الدوائر الصغيره دي مثلا دي كلها تعتبر اسمها ايه كولي فلاور ابيرنس تمام، دي كلها بتدي منظر كولي فلاور ابيرنس، يعني هي مش سموس، هي عامله زي هي مش زي الصوره دي بالظبط، هي عامله كده بالظبط هي دي المنظر بالظبط بتاعت البوليبويد كارسينوما اوف ذا كولون تمام، اللي هي بتدي شكل كولي فلاور اللي هي عامله زي الورد كده شويه، نوع من الورد اسمه كولي فلاور، بتبقى لونه جريش وايت زي ما انتم شايفين في الصوره دي، وطبعا انكابسوليتد برضو نفس الكلام، اي كبسول عندك انكابسوليتد وفيرم كونسيستنسي. اوتر سيرفيس نتيجه ان هو هنا الاوتر سيرفيس هل سموث زي ده، يعني ده ممكن نقدر عليه سموث لكن ده مش سموث خالص، ده ايه الريجولار، وطبعا في ايريس اوف هيمرج نكروزس او اس دي الاوتر سيرفيس، يعني دي الريجولار اوتر سيرفيس ويز ايريس اوف هيمرج نكروزس تمام،
والسيرانتوك ميكوزا بتبقى ثيك واتروفيك. فطبعا احنا عارفين خلاص هي باينه في الصوره دي جدا ان هي بنتكلم عن البوليبويد كارسينوما في القولون. ادي بوليب كبيره اهو خلاص 10 في 8 سنتي، بيدي منظر كولي فلاور ابيرنس، فبالتالي الاوتر سيرفيس بتاعته بتبقى irregular وبروجيكتنج انتو ذا لومين ولونه جريش وايت وانكابسوليتد. هنا بقى مش بوليب واحده، ده في كذا بوليب، فمسميناها مالتيبل بوليبوزس اوف ذا كولون. هي واضحه جدا هنا الصوره اهي، ادي واحده بوليب اهي وادي بوليب، اقدر اعدها لكم قدامكم اهي، ادي بوليب وادي بوليب وادي بوليب وادي بوليب، فدي بنسميها مالتيبل بوليبوزس اوف ذا كولون عشان فيها كذا بوليب، تمام؟ زي فاميليال ادينويد بوليبوزس مثلا، تمام؟ مش عليكم النظري بس احنا عارفين ان ده جار ايه مالتيبل بوليبوزس اوف ذا كولون. كولون فتحناه ولقينا فيه بوليبس كتير جدا. الاورجن ايفيرتد سيجمنت، انا قلت لكم ان هي كولون اصلا عباره عن انبوبه وفتحناها، تمام؟ فنفترض مثلا ان في انبوبه هنا اهي، تمام، واحنا فتحنا الانبوبه دي قسمناها كده، فلما نيجي نفتحها هنفتحها على الشكل ده عامله زي شيت، والشيت دي بصيناها لبره، فدي اللي بنسميها ايفيرت سيجمنت اوف ذا كولون. فهنا احنا فتحنا الكولون وراح عملنا بصينا اللايننج وول بتاعت الكولون من جوه لبره عشان نشوف البوليبوسيس دي واضحه جدا، تمام، فنسميها ايفيرت سيجمنت اوف ذا كولون. طبعا هي مالتيبل بوليبوسس فاكيد هتلاقي نيوميرس بوليبس، حجمهم بيتراوح من ايه من نص ل 2 سم فاريبل ان سايز اند شيب، شويه سيسايل وشويه بيدنكليتد، لان لسه مفسرها لكم. السيسايل بيبقى عامل كده والبيدنكليتد بيبقى عامل كده، تمام. الفيرم كونسستنسي والاوتر سيرفيس المره دي هنقول ان هي سموث، هل في كولي فلاور ماس او عامل مثلا اللي هي الريجولار اوتر سيرفيس زي التاني اللي هي بوليبويد كارسينوما؟ لا، دي اوتر سيرفيس مفيش اي مشكله، هي باينه جدا هنا انها اوتر سيرفيس، تقدر تحط صباعك حواليها سموث سيرفيس، عكس هنا، هنا انت كنت مش ما تعرفش تمشي ايدك عليها او صباعك عليها كويس لانها irregular outer surface، لكن هنا سموث عادي مفيش اي مشكله، يعني حتى انت ممكن تستنتج من الصوره. طيب هيرشبرانج ديزيز اللي هي congenital agenglionic megacolon، الفكره كلها هنا اصلا انه يعني انت عندك هنا ادي الكولون خلاص، حصل ايه؟ حصل ان مفيش جانجليونز، الجانجليون هي المسؤوله ان هي بتعمل ستيموليشن للكولون انها تعمل بريستالسيس عشان تحرك الفيسز وتوديها لقينا كنال وتنزلها، تمام؟ فانت هنا مفيش جانجليون عشان كده اسمها اجانجليونيك خلاص، فاتحوش الفيسز هنا، فالفيسز لما بتتحوش هنا تمام هيكبر جدا الكولون، هيبقى بالمنظر ده، تمام؟ نتيجه الايه؟ نتيجه الفيسز اللي اتجمعت هنا، دي كلها فيسز اتجمعت جوه الكولون فبقت ميجا كولون، وهتلاقي الحته اللي هي اللي بعد الليفل اوف الاوبستراكشن او بعد الليفل، هي مش اوبستراكشن، هي اجانجليونيك ما بيتحركش اصلا، هتلاقيها بتبقى ستينوزد. فانت هنا اللي بيقول لك عليها كده ان ده بروكسيمال سيجمنت، تمام، وده الديستال سيجمنت، وده اللي بيقول لك عليه في الكومنتس ان الديستال سيجمنت بتبقى نارود خلاص زي ما انتم شايفين في الصوره دي، الديستال سيجمنت بتبقى نارود نتيجه ان اصلا ما فيش فيسز بتتحرك جواها، فبالتالي هتضيق، ما فيش حاجه اصلا تتحرك عشان توسعها، ما فيش حاجه بتوصل لها، ودي اللي بنسميها فانكشنال كونستريكشن، ودي سميناها فانكشنال كونستريكشن، دي فسرتها برضه قبل كده ان هو الفانكشنال دي معناه ان هي مش اورجانيك، يعني ما فيش مثلا تيومر او ما فيش مثلا حاجه ماس معين مثلا ضغط عليها فبقت كومبريست، لا دي اسمها اورجانيك كونستريكشن، كان دي فانكشن كونستريكشن اللي حصلت نتيجه ان البروكسيمال سيجمنت خلاص اللي هي الحته اللي ما فيهاش جانجلون بقتش تعمل بريستالسيس وتجمع فيها الفيكال ماتيريال او تجمع فيها الفيسز زي ما انتم شايفين في الصوره دي اللي الرسمه اللي انا رسمتها، يعني هتتجمع جوه تتجمع جوه من غير ما تتحرك، فبالتالي اتجمعت وكبرتها فسميناها ميكا كولون، ان البروكسيمال سيجمنت بقت هيوجلي دايليتد وهيوجلي انلارجد، والوول بتاعتها عشان تتحمل الاستريس بتاعت الفيكال كونتنت اللي جوه، الفيكال كونتنت قعدت تتجمع 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 وتبني جوه، فبالتالي بتكبر جامد فعشان الوول نفسه يستحمل الضغط اللي عملت الفيكال ماتيريال جماعه جواها دي بقت حصلها هايبرتروفي يعني، تمام، فتلاقي معاها هايبرتروفي وول. وبيبقى في حاجه اسمها ابيديسيسيس ابيبلويكا اللي هو تقريبا اللي هي الفات اللي حوالين الابندكس، يعني ممكن نلاقيها دي اللي اسمها ابيديسيسيس ابيبلويكا، مش مهم قوي، المهم بالنسبه لي ان البروكسيمال سيجمنت بتاعت الهيرشبرج ديزيز هيبقى هيوج ديليتد وانلارجد عشان الفيكال كونتنت جواها ما بتتحركش نتيجه اللي ما فيش جانجلونز اللي تعمل بريستالسيس، فبالتالي الوول اللي هو اللي اتعرض لكميه الضغط الرهيبه اللي جوه نتيجه الفيكال ماتيريال اللي جوه اللومن حصلها هايبرتروفي عشان تتحمل الضغط ده، والديستال سيجمنت بما انه ما بيوصلوش حاجه اصلا عشان يوسع فبالتالي حصل له كونستريكشن بنسميه فانكشنال كونستريكشن وطوله بيبقى 2.5 سم. وطبعا من السيشن الجزء السيجمنت ده كله اللي احنا خدناها من الميجا اللي هي الكولون يعني حوالي 40 سم لونج وتبقى هيوج لارجر تو دايليتد سيجمنت اوف ذا كولون زي ما انت شايف، ادي بص يعني ده ايه؟ هيوج دايليتد لارجر سيجمنت اوف ذا كولون، تمام؟ باينه جدا ان هي ايه؟ كبيره جدا هنا.
اكيد ابنديسايتس ده انفلاميشن في الابنتكس، فانت عندك الصوره ادي دي الجار ده كله ابنتكس، هو كده جار صغنون اصلا لان الابنتكس حاجه صغيره خلاص، هي فيرم فورم ابنتكس حوالي 10 سنتيمتر لونج، طبعا بان نتيجه حصل فيه انفلاميشن، فالانفلاميشن عملت اديمه فبقت سوولن، والبلاد فيسز طبعا اللي اتجمعت عملت انكورشمنت او كونجستد، والوول بتاعتها هتبقى ثيك ودارك اريا ات ات ستيب. يعني ايه دارك اريا ات ات ستيب؟ هي مش باينه هنا في الجار قوي، بس انا هرسمها لكم عشان تبقوا فاهمين الكلام. نفترض ان ده الابنتكس، تمام؟ الابنتكس بتاخد سنجل بلاد سبلاي، تمام؟ ابعد حته بتاخد من البلاد سبلاي هي التيب بتاعت الابنتكس، فبالتالي لما بيحصل انفلاميشن بيحصل كونجيشن احتقان للبلاد فيسلز اللي واصله للابنتكس، البلاد فيسل مش هتوصل كويس للتيب، فبالتالي بيحصل لها نكروسس وانفاركشن فتتحول للون بلاك، فبيسميه دارك اريا ات ستيب. هي سوال نتيجه انفلاميشن وكونجستد مفيش مشكله، والدارك اريا ات ستيب. طبعا اللومن بتبقى نارو ات بروكسيمال اند، احنا عارفين طبعا الابندكس بيبقى نارو جدا في الفتحه بتاعتها اللي هي البروكسيمال انت بتاعها، والدليل على كده ان اي ستون تتجمع هنا او في كوليسا او كده زي ما انتم خدتوا في النظري سهل جدا هي تعمل اكيد ابندسايتس نتيجه الموضوع ده، عندها سنجل بلاد سبلاي واللوم بتاعتها بتبقى ضيقه اساسا في البروكسيمال انت، وكمان هتبقى تضيق اكتر في حاله الاكيد ابندسايتس لان في حاجه جت سدتها. السيروزر كفرنج نتيجه انفلاميشن والفايبروسس بقت اوبيك وكفر باي فايبرينس اكسوديت، والفايبروسس ده هو اللي عامل اساسا السيكول في البدايه، تمام كده؟ جار سهل وتيبكال انفلاميشن مفيش مشكله، حتى صوره الابنتكس ايه محدش يعني يقدر يتلخبط بينه وبين اي اورجان تاني. طيب لمفوما اوف ذا سمول انتستن، طبعا هنا برضو احنا جبنا سمول انتستن وفتحناها فلقينا ايه التيومر سيلاي اللي هو مشهور عليها بالسهم الاحمر ده، ده لمفوما اوف ذا تيومر لمفوما اوف ذا سمول انتستن. الماس بتاعتها لارج 6 في 10 سنتي، تمام؟ بيبقى شبه الفيزوفورم ان شيب، طبعا لونه هنا بيبقى بينك وايت ان كلر شويه، طبعا هوموجينوس يعني انت شايف هنا الدنيا بتبقى سموث او يعني ايه زي ما تقول كونتينوس شويه، مفيش مثلا تعرجات مفيش الوان مختلفه وكده، فهي هوموجينوس وفيرم كونسيستنسي. بيقول لك هنا ان هي جايه ارايز فروم وان سايد اوف ذا لومين، يعني نفترض ده الانتستن خلاص على شكل تيوب، هي بتبقى جايه من وان سايد اوف ذا انتستن خلاص، وبتبوش الاريجولار لومن اسايد، بتزق الحته بتاعت اللومن دي اسايد. هي ادي في الجار هي يعني تخيلوها معايا، ادي التيومر سيل جايه من وول بتاعت السمول انتستن اللي احنا فتحناها كانت تيوب وفتحناها، فادي الليمفوما اللي هي تيومر سيل جايه من وول بتاعت الانتستن وزقت الاريجولار لومن دي اسايد، وطبعا نارو طبعا. الميكوزال فولز نفسها ادي الميكوزال فولز بتبقى ايه كبيره هايبرتروفيت وبرود ان بروكسيمال سيجمنت تو ذا تيومر، تمام؟ وادي ايه ادي الميكوزال فولز باين ان هي كبيره شويه كمان. كارسينويد تيومر اوف سمول انتستين اللي احنا بنسميها ايه ارجنت فينوما، طبعا احنا هنا خدنا جزء من اللور اليوم وفتحناها وطولها حوالي 10 سنتيمتر لونج، ده كله بتاع الاليوم حوالي 10 سنتيمتر لونج. الماس نفسه زي ما انت شايف في الصوره دي 2 في 3 سنتيم خلاص، بتبقى سمول ويل ديفايند بوليب واوفال يلوش جراي وفيرم كونسيستنسي، تمام؟ عامل بروجكت طبعا البوليب اللي عامل بروجكتنج تو زلومين زي ما انت شايف، هو طلع اللومين اهو، تمام؟ لو خدنا كات سكشن فيها هتلاقي ان لونه فلات يلوش، تمام؟ والميكوزا كفرنج بتاعته بتبقى ulcerated واتروفيك، والسراوندنج ميكوزا بص الميكوزا هنا عامله ازاي، تحس انها كبيره شويه وفي سيك برودر فولز، تمام؟ يعني بص الميكوزا، بص الخطوط دي ميكوزا عامله ازاي، تمام؟ هايبرتروفيت وسيك برود فولز. طيب ادينوما برضه نفس التيوب سمول انتستن، هي عباره عن انبوبه فتحناها، تمام؟ عشان نشوف الماس اللي جواها، ادي الماس اهي واضحه جدا. الطول السيجمنت كله اصلا 20 سنتي بالميزنتري بتاعه، طبعا لسه قايل لكم ان هي بتبقى التيومر سيل هي بوليبويد 5 في 4 سنتي، والدليل ان هي بروجيكتنج انتو ذا لومن ويل ديفايند زي ما احنا شايفين، لونه بينكش وايت ان كلر فيرم كونسيستنسي، الاوتر سيرفيس مش سموث زي ما انتم شايفين، ادي نودلز تمام باين ان هي نودلر، فده نودلر اوتر سيرفيس، والسراوندنج ميكوزا مفيش مشكله نورمال كوراجيشنز مفيش اي اختلاف في السراوندنج ميكوزا، ادي نورمال ميكوزا اهي مش كبيره زي الفجار اللي قبليها يعني، فهي نورمال هنا في حاله الادينوما، الادينوما دي بناين تيومر فما بتعملش انفلتريشن، فالسراوندنج ميكوزا والسراوندنج تيشو ستراكشرز بتبقى نورمال ما فيهاش اي مشكله خالص. الكانسر امبولا فاتر، طبعا احنا عارفين الكانسر امبولا فاتر هنشوف المالجنت السر، تمام؟ وهنشوف التيومر سيل، تمام؟ دي طبعا حته الكانسر امبولا فاتر احنا عارفين طبعا عشان نفتكر ان يعني ايه امبولا فاتر، انت عندك هنا كومن بايل داكت، تمام؟ وعندك هنا بنكريتيك داكت وبتفتح على الدودنم، ده السكند بارت اوف دودنم، والسكند بارت اوف دودنم بيبقى جاي كونتينويشن من الفيرست بارت اوف دودنم اللي جاي من الكونتينويشن من البايلورس، والبايلورس ده ايه اخر حته في الاستومك، تمام؟ فهو هنا بقى جاب لك حته من البايلورس على حته من الدودنم،
وفتحهم بس، فانت هتشوف المنظر اللي قدامك ده. فطبعا اوتر سيرفيس هتلاقي ان في الاوتر سيرفيس ناحيه الاوتر سيرفيس من بره هتبقى جريش وايت ماس وانفلتريتد بنكرياتيكو هيباتيك دكت، تمام؟ هتنفلتريت البنكرياتيك هيباتيك دكت اللي انا قلت لكم عليه، الحته دي ده البنكرياتيك هيباتيك دكت، وهتنفلتريت الديودينال وول وتنفلتريت الحته بتاعت الامبولا فاتر اللي هي الحته دي، دي اسمها الامبولا فاتر اللي بتفتح بالسبنكتر في اودي. فطبعا تيومر وول او تيومر ماس جريش وايت ماس من اوتر سيرفيس هتنفلتريت الحته دي بنكرياتيك هيباتيك دكت، وهتنفلتريت الحته دي للامبولا فاتر وبارت اوف ذا ديودينال اللي هي السكند بارت اوف ديودينال اللي بيستقبل الفتحه بتاعت الامبولا فاتر، تمام؟ الماس هيبقى حوالي 2 في 3 في 5 سنتيم، تمام؟ هو فعلا مقاس 2 في 3 في 5 نون كابسوليتد، كان معتاد ده، احنا اتفقنا كل حاجه علينا في الجراد نون كابسوليتد، فيرم كونسستنسي عشان ده طبعا تيومر ماس، ريجولار اوتر سيرفيس ما هي مش سموث خالص، ومالتيبل هيموجين نيكروزس. لما نيجي نشوف الميكوزال سيرفيس بتاعت الديودرم هنلاقي اللي احنا قلت لكم عليه الماليجنت السر 3 في 4 سنتيم، تمام؟ بيبقى عنده ريزد افيرتد ايدج، باين الايدج بتاعته بتبقى طالعه لبره يعني عامله كده، تمام؟ او خلينا صورة اوضح من كده شوية، كده بتبقى raised diverted edges. وطبعا احنا عارفين اي malignant ulcer في الدنيا ليها نفس الكومنت احنا حافظينه، هنا طبعا حجمه 3 في 4 سنت، عايز تقول 3 في 3 سنت عشان تحفظه مفيش مشكلة. اهم حاجة malignant ulcer كومنت ثابت، raised diverted edges، dirty necrotic fold، fixed indurated base with irregular border، ده كومنت ثابت على اي malignant ulcer في الديودنم. فانت لو شاورك على الميكوزال الالسر وقال لك انا عايزك توصف لي الميكوزال الالسر دي، طبعا مفيش اسهل، سوري الميكوزال الالسر اللي هي جايه في الميكوزال سيرفيس بتاعت الديودنم، طبعا انت مغمض عينك على طول، ده نتيجه تيومر اللي احنا بنسميه مالجنت الالسر، ومالجنت الالسر لو كومنت سبب ما بيتغيرش، لو ريست ديفيرتد اتش ستارت نيكروتيك فول فيكسد اندريتد بيس وذ ريجولار بوردر. طيب انفاركشن اوف سمول سمول باول سكندري تو ثرومبوتيك ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن، احنا عارفين الميزنتري دي بلاد فيسلز اللي بتعمل سبلاي للسمول باول، تمام؟ فنفترض ان مثلا دي البلاد فيزل هي او الميزنتري بلاد فيزل حصل فيه ثرومبوزس، والثرومبوزس سدت الميزنتريك دي، فالوول بتاعت السمول انتستين اللي بتعملها سبلاي ما وصلش ليها البلاد فيزلز، فحصل فيها ايه؟ نيكروزس او انفاركشن. فدي اللي بنسميها الانفاركشن بتاعت السمول باول نتيجه ثرومبوتيك ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن، ده عشان ايه؟ تفسير سريع للاسم يعني. برضه نفس الكلام، جبنا سمول انتستين بالميزنتري بتاعته، السيجمنت احنا خدناها حوالي 40 سم، تمام؟ وانتم شايفين ده لونه اصلا كاحل السوائل يعني بلاك جدا نتيجه الانفاركشن اللي حصل من الميزنتريك فاسكولار اوكلوجن في الميزنتري بتاعته، تمام؟ فلونه بلاكش كلر، كونسستنسي بتاعته هتبقى طبعا ربري، مش هتبقى مش هيبقى نورمال كونسستنسي طبعا نتيجه الانفاركشن، هتبقى حاجه كده باهته، جريتلي ديستنتد خلاص لانه ما بقاش يتحرك، البلاد سبلاي اللي كانت بتدي له نيوترونز والاكسجين عشان يشتغل كويس مش هيشتغل كويس عشان يعمل بروبالشن للكونتنت اللي جواه، فهيبقى جريتلي ديستنتد. هتلاقي الكات سيكشن بتاعنا هتلاقي فيه سيك اديمتس، هو الوول فعلا يعني لو خدت بالك هي ثيك اديمتس نيكروتيك وول، وتمام، لان الميكوزا بقتش توصلها نيوترنس ولا اكسجين ماتت، فحصلها سلوفنج. سلوفنج كانك قشرت حته مثلا، قشرت مثلا برتقانه فشلت القشر بتاعها، فدي اللي اسمها سلوفنج، سلوفت ميكوزا نتيجه الانفاركشن والنيكروزس، تمام؟ ولسه قايلين في الميزنتري هتلاقي فيه دايليتد بلوت فيسز زي ما انت شايف الصوره باينه جدا اهي، اللي مشاور عليه بالسهم اللي هي الصوره مشاور عليه بالسهم الاحمر نتيجه الثرومبس فورميشن. اخر جار علينا ان شاء الله باذن الله اللي هو سيلياك ديزيز، تمام؟ خدنا هنا لوب اوف سمول انتستين وفتحناها، تمام؟ طول السيجمنت احنا خدناها 25 سم بين ميزنتري بتاعه، هتلاقي فيه مالتيبل ارياز اوف لوست ميكوزال كوراجيشنز، وبتبقى عامله زي سكيب ليجنز. يعني ايه سكيب ليجنز؟ يعني مثلا السهم الاحمر ده مشاور على ايه؟ الميكوزا الافكتد اللي هي باثولوجيكال ميكوزا، اللي هي بيبقى احنا عارفين طبعا في السيلياك ديزيز مايكروسكوبيكلي يعني على الاقل بيبقى فيه فيلس اتروفي، تمام؟ نتيجه ان هي اوتوميون ديزيز، والاوتوميونيتي او الاميون سيلز بتدمر الفيلس، يعني مثلا عندك الفيلاي اهي اللايننج بتاعه الميكوزا بتتدمر تماما، فبيحصل لها فيلس اتروفي بتبقى عامله كده، فبتبقى عامله زي كانك الميكوزا كوراجيشنز اللي كانت اتكونت نتيجه الفيلاي دي اتشالت تماما، فبقت لوست ميكوزا كوراجيشن، فبقت فلات اند ثين زي ما انتم شايفين في السهم الاحمر ده، تمام؟ بقت فلات اند ثين، انت حتى شايف من خلالها اساسا سيمي ترانسلوسنت عكس بتاع السهم الازرق. السهم الازرق ده مشاور على النورمال ميكوزا اللي فيها النورمال كوراجيشنز، الخطوط دي كلها تعتبر نورمال كوراجيشنز نتيجه الفيلاي، تمام؟ دي اللي بتساعد في الابزوربشن بتاعت السمول انتستين. ففي حاله السيلك ديزيز هتلاقي في سكيب ليجنز، يعني هتلاقي حته من الاتروفيك ميكوزا بتبقى فلات اند ثين ما فيهاش كوراجيشنز، وحته من النورمال ميكوزا اللي بتبقى فيها كوراجيشنز، وادي حته ثانيه اللي هي بتبقى افكتد، وحته ثانيه من النورمال، فبيسميناها سكيب ليجنز. سكيب يعني بيسكيب، يعني اللي هو بيتخطى، يعني تلاقي مثلا حته افكتد وبعدين حته سالبه سليمه، بعدين حته افكتد بعدين حته سالبه سليمه، بعدين حته افكتد، مش كونتينوس زي في الخط ده، فده بنسميه سكيب ليجن.
ده الفكرة ورا السيليك ديزيز والديجر بتاع السيليك ديزيز قدامكم. اتمنى تكونوا فهمتوا ان شاء الله، وتكون المحاضرة لذيذة عليكم. والعملي مفيهوش حاجة اصلا، هو مجرد بس انك تقدر تتعرف على الصور وتعرف تكتب الكومنت عشان الوقت يكفي وكده عشان الشفتات. فوقت ما تقدر تتعرف على الصورة في وقت سريع وتعرف تفتكر الكومنتس بشكل كويس، فالموضوع هيبقى تمام معاكم ان شاء الله بإذن الله. يعني العمل مفيهوش حاجة، مفيهوش حاجة صعبة، مفيهوش اي مشكلة. يعني ان شاء الله ربنا معاكم وبالتوفيق يا رب. ولو في اي سؤال انا موجود يعني.